طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إحنا في المحاضرة السابقة تحدثنا عن آخر نقطة في المحاضرة السابقة اللي هو الأبسوربشن للحديد من اللي هو الانتستين. إن شاء الله هذه المحاضرة الثانية وحنبدأ نتكلم أو نواصل ونكمل فيما بدأناه في المحاضرة الأولى، اللي هو أول عنوان عندنا Regulation of Total Blood Iron by Controlling Rate of Absorption، يعني تنظيم اللي هو كمية الحديد في الجسم عن طريق أني أنا بنظم الأبسوربشن أو معدل الامتصاص للحديد من الأمعاء. لما الجسم When the body has become saturated with iron، يعني لما الجسم بيكون في حديد كويس. البادي has become saturated with iron يعني مليان حديد، الجسم مليان حديد مش محتاج حديد. طبعا الاول ابو فريتين كومباينز وذ ايرن، في الحاله هذه الابو فريتين بيلتحم مع الايرن عشان يكون الفريتين. اذا مليان عندي فريتين، واحنا عارفين انه الفريتين هو الحديد المخزن في الجسم. اذا انا عندي الفريتين موجود وفي كفايه في الجسم من الفريتين، على طول عمليه الابسوربشن للايرن من الانتستين بتقل. اذا المخازن مليانه اللي هي الفريتين، مليان المخازن، إذا عملية الامتصاص هتقل. When the body has become saturated with iron، لما الجسم بيكون مشبع بالحديد، يعني كل الأبو فريتين مرتبط مع الأيرن، يعني مليان الفريتين. ما هو الأبو فريتين لما يرتبط مع الأيرن قلنا بيكون مين؟ الفريتين اللي هو الحديد المخزن. إذا الحديد المخزن مليان، الفريتين في الجسم مليان. على طول الrate of additional iron absorption، معدل امتصاص زيادة من الحديد من الجي اي تي اللي هي الجاسترو انتستاينال تراكت يعني من القناة الهضمية بقل، لأنه المخازن مليانة. على العكس conversely، على العكس لما الايرن ستورز depleted يعني بتنقص، بتقل بشكل ملحوظ. depleted يعني تقل بشكل ملحوظ. لما مخازن الحديد تقل بشكل ملحوظ، على طول الريت اوف ابسوربشن كان اكزيلريت يعني معدل امتصاص الحديد بيزيد. اكزيلريت يعني بيزيد 5 اور مور تايمز نورمال، يعني 5 مرات عن النورمال. اذا لما المخازن بتفضى او بتنقص بشكل ملحوظ، بتلاقي على طول معدل امتصاص الحديد من اللي هو الامعاء بيسرع 5 مرات أو أكثر عن النورمال، يعني بيزيد امتصاص الحديد عشان يعبي المخازن اللي فضيت. طيب اللايف سبان اوف ريد بلاد سيل از اباوت 120 ديز، يعني فترة الحياة لخلايا الدم الحمراء هي 120 ديز، يعني 4 أشهر. الماتيور ريد بلاد سيلز خلايا الدم الحمراء الناضجه دو نوت هاف ا نيوكليوس، ما فيش فيها نواه. احنا عرفنا من قبل انه خلايا الدم الحمراء الناضجه ليس فيها نواه ولا ميتوكوندريا ولا حتى اندوبلازميك ريتيكولم. طيب ذي دو هاف سيتوبلازميك انزيمز، لكن فيها انزيمات في السيتوبلازم ذات كيبابل ار كيبابل اوف ميتابولايزنج جلوكوز. الانزيمات هذه بتعمل الجلوكوز، بتاخد الجلوكوز وبتعمل له ميتابوليزم عشان تطلع الـ ATP. اذا الماتيور ريد بلاد سيلز لا فيها نواة ولا فيها ميتوكوندريا ولا فيها اندوبلازميك ريتيكولم، لكن فيها حاجة اسمها السيتوبلازميك انزيمز، والسيتوبلازميك انزيمز هذه قادرة على ان تعمل ميتابوليزم، يعني تحرق الجلوكوز، تعمل له ميتابوليزم للجلوكوز عشان تطلع مين؟ الـ ATP. الـ ATP هذه الانزيمات كمان، الانزيمات الموجودة في الريد بلاد سيلز، اولا مينتين بليابيليتي اوف ذا سيل. بليابيليتي يعني نضارة، النضارة انها تضلها نظرة، يعني كيف نضارة؟ يعني تضلها حيوية، حيوية ونضارة. نمرة واحد مينتين بليابيليتي اوف سيل ميمبرين، تحافظ هذه الانزيمات على نضارة وحيوية غشاء خلية الدم الحمراء. اثنين مينتين ميمبرين ترانسبورت اوف ايونز، بتحافظ على نقل الايونات عبر غشاء الريد بلاد سيل. واخيرا هذه الانزيمات تحافظ على الحديد، كيب ايرن اوف هيموجلوبين، الحديد الموجود في الهيموجلوبين في حاله
الفيروس ستيت بدلا من الفيريك ستيت. يعني بتخلي الحديد في حاله الفيروس ستيت بدل ما تخليه في الفيريك ستيت. الفيروس يعني الحديد اف اي زائد 2، يعني عليه شحنتين موجبات، هذا بسميه الفيروس. طب الفيريك اف اي عليه 3 شحنات موجبه. اذا الحديد موجود عليه كم شحنتين؟ عليه شحنتين موجبات، يعني في حاله الفيروس الحديدوز وليس الفيريك الحديديك. إذا الوظيفة الثالثة للإنزيمات الموجودة في خلايا الدم الحمراء أنه تحافظ على الحديد اللي في الهيموجلوبين في صورة إيش؟ في الرص، في الرص مش في الرك، في الرص from rather than mean في الرك، يعني بتخلي الحديد عليه الشحنتين الموجبتين. لأنه ببساطة جدا، ببساطة جدا لو الحديد صار في الرك يعني تأكسد، مشكلة لا، بيضلوا في صورة مين؟ في الرص. وهذه الإنزيمات بتخلي الحديد في صورة مين؟ اللي هي الفيروس. تمام؟ إذن فترة نصف العمر للريد بلاد سيل هي 120 يوم. خلايا الدم الحمراء اللي هي ناضجة لا تملك نواة ولا ميتوكوندريا ولا اللي هو اندوبلازميك ريتيكولم، إنما لها سيتوبلازميك إنزيمز، وهذه السيتوبلازميك إنزيمز لها القدرة على ميتابولايزنج للجلوكوز وتكون الـ ATP، وهذه الإنزيم تحافظ على نضارة وحيوية الممبرين تبع الريد بلاد سيل، تحافظ على النقل للأيونات عبر الممبرين، تحافظ على الحديد في صورة الفيروس وليس فرك. طيب destruction of hemoglobin by macrophages يعني تكسير الهيموجلوبين بواسطة الماكروفيجز. الهيموجلوبين لما بتنفجر خلايا الدم الحمراء بيطلع منها الهيموجلوبين. طب خلايا الدم الحمراء لما بتنفجر بيطلع منها الهيموجلوبين. طب الهيموجلوبين هذا ايش بصير له؟ مين اللي بتاكله؟ الماكروفيج اللي هي الخلايا الأكولة في الجسم. طيب الماكروفيج بتاكل الهيموجلوبين، بس الهيموجلوبين احنا بنعرف حاجتين، في حاجة اسمها الهيم والجلوبين. الهيم اللي شفناه في التركيبة، والجلوبين اللي هو مين؟ اللي هو البوليبيبتايد تشينز. طيب وين ريد بلاد سيل بيرست؟ عندما تنفجر خلايا الدم الحمراء، كبرت وانفجرت وخلصت. الهيموجلوبين از فاجوسايتس باي ماكروفيجز، الماكروفيجز بتاكل الهيموجلوبين، بتبلع الهيموجلوبين، الهيموجلوبين and iron released into blood. وفي الحالة هذه الحديد بيروح في الدم to be used for synthesis of new hemoglobin. الحديد اللي بيطلع بيروح عشان يبني جزء جديد من الهيموجلوبين. طب البروتوبورفيرين بورشن اللي هي عارفين مين البروتوبورفيرين بورشن؟ الحلقات اللي حكيناهن في تركيبة الهيم، مش في أربع حلقات في تركيبة الهيم اللي هي A B C D، الأربع حلقات هذول اسمهم بورفيرين بورشن. هذا كل الحلقات هذه تتحول عن طريق الماكروفيجز الى بايل بيجمنتس، الى بايل بيجمنتس. ايش يعني بايل بيجمنتس؟ الى اللي هو صبغيه في الصفراء، الصبغيات الصفراء اللي بسموها بيليروبين، يعني بتتحول الى بيليروبين. اذا البورفيرين بورشن يتحول بواسطه الماكروفيجز الى بايل بيجمنتس، يعني بايل بيجمنت يعني صبغه في صبغه الصفراء اللي هي اسمها البيليروبين. ايش البيليروبين وين بشيله؟ which is removed by secretion through liver into bile. على طول البيليروبين ينزع او بصير له secretion، اخراج خلال الليفر الى البايل. البايل يعني العصارة الصفراوية، العصارة الصفراوية. اذا في حالة الدستركشن للهيموجلوبين بالماكروفيج لما بتنفجر الريد بلاد سيل بصير على طول الى دستركشن، بطلع الهيموجلوبين، الهيموجلوبين بتاكله الماكروفيج. لما تاكلوا الماكروفيج الايرن الحديد اللي في الهيموجلوبين بيرجع تاني الدم عشان يستعمل في بناء هيموجلوبين جديد. طب مين اللي بضل؟ اللي هو حلقات البورفيرين، البورفيرين بورشن اللي حوالين الحديد هذا، البورفيرين بورشن ايش بصير لهم؟ على طول مباشره بتحولهم الماكروفيج الى بيليروبين. بيليروبين يعني بايل بيجمنتس اسمها البيليروبين، وهذه البيليروبين تخرج عن طريق الليفر الى العصاره الصفراويه وبتطلع اللي هو لبره. تمام. طيب نيجي نتكلم الآن عن سلايد جديدة اللي هي الأنيمياز. الأنيمياز يعني فقر الدم. الأنيمياز إيش تعريف الأنيمياز؟ وما هي الأنيمياز؟ وما هي أنواع الأنيمياز اللي بدنا ناخده الآن إن شاء الله؟ الأنيميا means the deficiency of hemoglobin in blood، يعني نقص الهيموجلوبين في الدم هو الأنيميا. which can be caused by، طب كيف نقص الهيموجلوبين بيصير في الدم؟ عن طريق few red blood cells or little hemoglobin in cells، يعني عن طريق انه في عندي قلة
في الريد بلاد سيلز او قله في الهيموجلوبين في هذه الخليه، فالنتيجه دي افشنسي في الهيموجلوبين في الدم. اذا الانيميا تعني دي افشنسي اوف هيموجلوبين ان بلاد ويتش كان بي كوزد باي، اللي بيسببه اما قله في الريد بلاد سيلز او قله في الهيموجلوبين الموجود داخل هذه السيلز. تمام. طيب نيجي للتايبس اوف انيميا. في انواع كثيره من الانيميا. اول نوع من الانيميا اسمه بلاد لوس انيميا، يعني انيميا ناتجه عن فقد الدم، انيميا ناتجه عن فقد الدم اسمها بلاد لوس انيميا. البلاد لوس انيميا كوزد باي هيموريج نزيف عند كرونيك بلاد لوس. كرونيك بلاد لوس يعني فقدان الدم المتواصل، كرونيك يعني على طول الدم بيفقد. اذا البلاد لوس انيميا السبب فيها انه في عندي نزيف هيموريج او كرونيك بلاد لوس، فقدان الدم المزمن اللي في الشخص ان ويتش بيرسون كانت ابسورب انف ايرون، الشخص لا يستطيع امتصاص حديد عشان يكون الهيموجلوبين قد ما بيفقد الهيموجلوبين. يعني نسبة فقدان الدم عند هذا الشخص أو فقدان الهيموجلوبين أكثر من نسبة امتصاص مين؟ الحديد. لذلك بصير عنده البلاد لوس أنيميا، يعني شخص بيفقد دم، بيفقد اللي هو دم وبيفقد كرونيك دم على طول بيفقد دم، وقد ما يمتص حديد ما بعوضش الدم اللي فقدانه، فبصير بلاد لوس اللي هو أنيميا، اللي هو in which زي ما قلنا a person cannot absorb، لا يستطيع أن يمتص enough iron to form hemoglobin as rapidly as، بنفس اللي هو السرعة اللي بيفقد فيها هذا الهيموجلوبين as it is lost، as it is lost. طيب في هذه الحالة اللي هي blood loss anemia بتلاقي شكل ال RBCs are smaller than normal، أصغر خلية الدم الحمراء أصغر من الطبيعي، يعني الحجم تبعها صغير. And have little hemoglobin، طبعا فيها كمية قليلة من الهيموجلوبين لأنه الإنسان فاقد الهيموجلوبين. Giving rise to، بتعطينا الأنيميا هذه اللي هي اسمها إيش؟ اسمها blood loss anemia. وفي كمان اسمها إلها اسم، اسمها microcytic hypochromic anemia. شو يعني microcytic؟ يعني خلية دم حمراء مالها صغيرة، micro صغيرة مايكروسيتي. طب هايبوكروميك، كلمة هايبو قليل، كروميك هيموجلوبين يعني فيها هيموجلوبين قليل. إذا هذا النوع من الأنيميا اللي اسمها بلاد لوس أنيميا أو إلها اسم كمان اسمها إيش؟ مايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا. مايكروسيتيك يعني خلايا الدم الحمراء بتكون صغيرة الحجم وتحتوي على كمية قليلة من الهيموجلوبين. هايبوكروميك يعني هايبو قليل من الهيموجلوبين. إذا هذا النوع الأول من الأنيميا. طب ناخذ النوع الثاني من الأنيميا اسمه أبلاستيك أنيميا. شو هذا الأبلاستيك اللي هو أنيميا؟ الأبلاستيك أنيميا نتيجة لأنه البون مارو ديسفانكشن، يعني البون مارو مش راضي يشتغل، مش راضي ينتج الريد بلاد سيلز، لذلك بنتج أنيميا نوعها أبلاستيك أنيميا. الأبلاستيك أنيميا نتيجة للبون مارو ديسفانكشن، ديسفانكشن يعني عطال في وظيفة البون مارو. طب من إيش هذا بيجي العطال في البون مارو؟ caused by exposure to radiation، التعرض للإشعاعات، or chemotherapy أو العلاج الكيميائي، زي مثلا ناس عندهم مثلا سرطان عافانا الله وإياكم، في عندهم سرطان بياخدوا حاجة اسمها chemotherapy يعني العلاج الكيميائي، الناس هدول بتلاقي عندهم أنيميا أبلاستيك أنيميا لأنهم بتعرضوا للكيموثيرابي. كمان toxic chemicals، لو تعرض الإنسان إلى المواد الكيميائية السامة، زي مين؟ زي الانسكتسايدز المبيدات الحشرية، انسكتسايدز المبيدات الحشرية، or بنزين أو البنزين، and autoimmune disorders، وكمان اللي هو الأمراض اللي هي أمراض جهاز المناعة autoimmune disorders، يعني الأمراض اللي هي المناعية اللي الجسم نفسه بهاجم نفسه، autoimmune disease يعني أو autoimmune disorder يعني جهاز المناعة بهاجم نفسه لا سمح الله. فهذه كلها أمراض، زي مين؟ زي اللوبس إريثروماتوسس. لوبس إريثروماتوسس هذا مرض الذئبة الحمراء أو ما إلى ذلك. هذا المرض مرض مناعي، يعني الجسم بصير يهاجم نفسه عشان يطلع كيف، الجسم بصير لونه أحمر وما إلى ذلك وبصير مشاكل في الجلد وفي الجسم، هذا اسمه لوبس إريثروماتوسس اللي هو مرض مناعي. إذا وبكون مصاحبه للأنيميا. تمام.
إذا الأبلاستيك أنيميا نتيجة للبون مارو ديسفانكشن، عدم عمل البون مارو، وهذا يتسبب بعوامل كثيرة أهمها التعرض للإشعاع exposure to radiation أو الكيموثيرابي أو العلاج الكيميائي أو التوكسيك كيميكالز المواد السامة زي مين؟ زي المبيدات الحشرية insecticides أو البنزين، وكمان ممكن نتيجة لأوتوإميون ديسوردرز. يعني إيش؟ مرض اللي هو مناعي، إنه الجسم بيهاجم نفسه. أوتو يعني نفسه، الجسم بيهاجم نفسه. زي مين مثلا؟ زي مرض اسمه اللوبس إريثريماتوسس، الجسم بيهاجم نفسه، وفي هذا المرض بتلاقي عندي إيش؟ أنيميا. طيب In about half of aplastic anemia cases، في تقريبا حوالي نصف الناس أو الحالات اللي عندهم أبلاستيك أنيميا، السبب is unknown، غير معروف. يعني السبب غير معروف في نص الحالات اللي عندهم أبلاستيك أنيميا. هذا اللي بسموه idiopathic أبلاستيك أنيميا. في الحالة هذه بسمي الأنيميا idiopathic. كلمة idio يعني عبيط، مش معروف السبب. كلمة idiopathic يعني سبب المرض مش معروف. كلمة idio يعني عبيط، pathic مرض. idiopathic يعني إيه؟ يعني المرض العبيط، يعني مش معروف السبب. idiopathic أبلاستيك أنيميا يعني أبلاستيك أنيميا مش معروف لها السبب، وهذه تظهر في نص حالات الأبلاستيك أنيميا. طيب الناس اللي عندهم سيفير أبلاستيك أنيميا، أبلاستيك أنيميا شديدة، usually die، بيموتوا في العادة unless they are treated with blood transfusion، لو ما اتعالجوش بنقل الدم. blood transfusions يعني نقل دم، كلمة transfusion نقل دم. هنا بالذات كلمة ترانسفيوجن هنا بتعني نقل دم، مش ترانسفير، لا ترانسفير ما لناش فيها، لكن هنا الكلمة لازم تيجي ترانسفيوجن. إذا بلاد ترانسفيوجنز يعني نقل الدم، أور باي بون مارو ترانسبلانتيشن، أو زراعة مين؟ نخاع العظم، أو زراعة نخاع العظم. إذا الناس اللي عندهم سيفير أبلاستيك أنيميا، شديدة الأبلاستيك أنيميا، عادة بيموتوا إلا في حالات إيش نعمل؟ نعالجهم بنقل دم أو بون مارو ترانس بلانتيشن، أو زراعة نخاع اللي هو العظام. هذا النوع الثاني من الأنيميا اللي اسمه أبلاستيك أنيميا. نيجي للنوع الثالث من الأنيميا اسمه ميجالو بلاستيك أنيميا. كلمة ميجالو معناته كبير، بلاستيك أنيميا ميجالو يعني الخلية كبيرة، وهذه بتفكرنا في مين؟ بتفكرنا في البرنيشيوس أنيميا اللي كانت ناتجة من مين؟ من بي 12 والفوليك أسيد. مش احنا قلنا نقص البي 12 او نقص الفوليك اسيد او نقص الانترنسيك فاكتور اللي بيساعد على امتصاص الفيتامين بي 12 حكيناها قبل هيك؟ هدول الناس كلها لو نقصت بتخلي الخليه الدم الحمراء ايش مالها؟ اللي هو تكبر، يكون حجمها اكبر من اللازم، وتبدا ايش تعمل؟ تتكسر في الاوعيه الدمويه وتكون فراجايل. فراجايل يعني هشه. هذا الكلام حكيناه وشرحناه قبل هيك في السلايدز اللي فاتوا. اذا الميجالوبلاستيك انيميا caused by lack of vitamin B12، يعني ناتجة عن نقص B12 أو الفوليك أسيد أو الانترنسيك فاكتور. IF يعني الانترنسيك فاكتور، واخدناه قبل هيك. إذا نقصت الناس هدول على طول اللي هي الريد بلاد سيل بتصير لارج، grow large، تكبر. With odd shapes، odd يعني غريب، كلمة odd معناتها غريب. odd shapes يعني اللي هو أشكال غريبة، بصير فيها أشكال غريبة. odd shapes كلمة odd غريب، shapes يعني أشكال غريبة. وفي الحالة هذه الخلية الريد بلاد سيل بسميها ميجالو بلاستس، بسميها ميجالو اللي هو بلاستس. طيب الأتروفي of stomach mucosa يعني إيش؟ عملية ضمور في الغشاء المبطن للمعدة. أتروفي of stomach mucosa، أتروفي يعني ضمور في الغشاء المبطن للمعدة، أو الجاستريكتومي إزالة جزء من المعدة، أو الانتستينال سبرو أخذناه اللي هو قلة مرض قلة الامتصاص عبر الانتستين. كل هذه تؤدي إلى ميجالوبلاستيك أنيميا، يعني تؤدي إلى النوع هذا من الأنيميا اللي الريد بلاد سيل بصير فيه منها كبيرة وبتتفجر. هذا كل الأنواع بسبب الميجالوبلاستيك أنيميا. طب ليه؟ ليه الأتروفي أوف ستومك والجاستروكتومي والإنتستينال الوسبرو بيؤدي إلى الميجالو بلاستيك أنيميا؟ لأنه الأتروفي أوف ستومك ميكوزا يعني الغشاء المبطل للستومك، لو صار له في خلل في ضمور ببطل يفرز الانترنسيك فاكتور اللي مهم لامتصاص بي 12،
فبصير عندي ميجالوبلاستيك انيميا. الجاستريكتومي لما بشيل جزء من المعده، اذا البارايتال سيلز الموجوده في جدار المعده بتبطل تفرز الانترنسيك فاكتور، وبروح جزء كبير منها ببطل ينفرز الانترنسيك فاكتور، فبصير عندي مين اللي هو انيميا. واحنا عارفين الانترنسيك فاكتور شرحناه بتحد مع بي 12 صح؟ اه. كمان لو في الانتستاينال سبرو يعني قله امتصاص البي 12 او الفوليك اسيد من الامعاء، طبعا يؤدي الى مين؟ الى انه خلايا الدم الحمراء الماتوريشن تبعها بصير تنمو وما تنقسمش كتير، لكن بصير تنمو وتكبر وصير ميجالوبلاستيك انيميا. طب ايش معنى بي 12 والفوليك اسيد؟ ما احنا شرحناها قبل هيك، وقلنا بي 12 والفوليك اسيد مهمات جدا في بناء مين؟ اللي هو الدي ان اي الموجود في خليه الدم الحمراء. واذا الدي ان اي قل معناته قل الانقسام، معناته زادت خليه الدم الحمراء في الكبر في الحجم وصارت غريبه وكبرت وصارت اوفل وصارت لارج اوفل بيضاويه وكبيره، ولما تخش عبر الاوعيه ما هي بصير لها فراجيل، وهذا الكلام حكينا. اذا الريد بلاد سيل ار كيبل اوف كارينج اوكسجين، قلناها الريد بلاد سيل تستطيع ان تحمل الاكسجين نورمال عادي طبيعي، لكن ذير فراجيلتي هشاشتها اللي هي بتخلي مين causes them to have a short life. لكن الهشاشه تبعت الريد بلاد سيل وانفجارها بيخلي عمرها قديش قصير. قديش عمرها وحكيناه؟ قلنا تقريبا نصف الى ثلث عمر النورمال، يعني بتعيش حوالي شهرين او من شهر لشهرين، وهذا الكلام حكيناه، بتعيش من شهر لشهرين بس، مش اربع شهور زي النورمال. النورمال اربع شهور، لكن هذه الخليه اللي اسمها ميجالوبلاست اللي هي الميجالوبلاست، هذه الخلايا اللي هي بتعيش كام؟ نص الاربع شهور شهرين او ثلثهم شهر، يعني من شهر اللي هو لشهرين فترة العمر تبعها، وبتتكسر لما تدخل الأوعية الدموية، وهذا الكلام شرحناه بغزارة في الأول. طيب في عندي كمان حاجة اسمها هيمولتيك أنيميا. هيمولتيك يعني بتتفجر، خلايا بتتفجر، هيمولتيك هيمولتيك يعني تتفجر. هيمولتيك أنيميا خلايا أو الأنيميا الناتجة عن تفجير خلايا الدم الحمراء. طبعا فيها نوعين الهيموليتيك انيميا، فيها نوعين. حاجه اسمها هيريديتري سفيروسايتوزز، هيريديتري سفيروسايتوزز، كلمه هيريديتري وراثه يعني ناتجه من وراثه، سفيرو يعني كره، سايتوزز يعني خليه على صوره الكره، يعني ناتجه من الوراثه. يعني نتوقع انه خليه دم حمراء على صوره الكره، على صوره الكره نتيجه لخلل وراثي. هي خليه الدم الحمراء كيف بيكون شكلها الطبيعي؟ بتكون عبارة عن أقراص مقعرة من الجانبين بايكونكيف ديسكس. طب إذا في خلل وراثي في تكوينها معناته هي حتصير مالها؟ حتصير سفيريكال يعني كروية، وهذا خلل طبعا في اللي هو التكوين. إذا الهيريديتري سفيروسايتوزز، وهذه نوع من الأنيميا من الهيمولوتيك أنيميا in which red blood cell are small، الريد بلود سيل بتكون صغيرة and spherical وكروية rather than bicuncave discs، مش bicuncave discs، لا هي بتكون كروية وصغيرة بدلا من مين؟ من الأقراص المقعرة من الجانبين. طيب upon passing through splenic bulb، خلال مرورها في splenic bulb يعني في النخاع تبع السبلين. كلمة bulb هنا يعني نخاع السبلين. السبلين زي ما هنشوف تركيبه لقدام، وإحنا مش مطلوب منا تركيبه، إحنا مطلوب منا وظيفة فقط، مش مطلوب منا التركيب. splenic bulb يعني النخاع اللي في السبلين اللي في الطحال. هذا بيكون splenic bulb ماله؟ في أوعية دموية يعني ضيقة، والأوعية الدموية هذه بسموها البيدز. البيد يعني إيه؟ بسموها vascular bed. vascular bed يعني إيه؟ يعني الأوعية السريرية، يعني التجمعات فيها، تجمعات لأوعية دموية ضيقة جداً، عشان كده هذه بتكون الأوعية فيها ضيقة ولازم تمر فيها الريد بلاد سيلز. طب الريد بلاد سيلز لما تمر فيها وبتكون لونها كروي وبتكون هي كروية شكلها كروي، أكيد هتتفجر، أكيد هتتفجر. إذا upon passing through splenic bulb في النخاع تبع السبلين الطحال and tight vascular beds والضيقة اللي هو المجموعات الأوعية الدموية الضيقة، ذي تعود على مين؟ على الريد بلاد سيلز. Red blood cells are easily ruptured. Red blood cells are easy ruptured. تنفجر وبسهولة تنفجر. إذا هذه ناتجة الأنيميا عن مين؟ عن انفجار خلايا الدم الحمراء. لذلك هي نوع من أنواع الهيموليتيك أنيميا، الأنيميا ناتجة عن انفجار خلايا الدم الحمراء.
إذا أول نوع من الهيمولوتيك أنيميا هيريديتري سفيروسيتوزيس اللي فيها خلايا الدم الحمراء بتكون سمول وبتكون الوكروية بدلا من أن تكون بايكونكيف ديسك، وعند مرورها في النخاع تبع الطحال وفي اللي هو الأوعية الدموية الضيقة في الطحال على طول بتنفجر وبتعمل أنيميا اسمها هيريديتري سفيروسيتوزيس. وهذه أنيميا طبعا هيريديتري يعني وراثية، عامل وراثي فيها. طيب سيكل سيل أنيميا أخذناها قبل هيك. السيكل سيل أنيميا اللي هي أنيميا الخلايا المنجلية، وهذه الحقيقة الأنيميا لاحظوا إن هو موجودة في حوالي 3 من 10 إلى 1%، 3 من 10 إلى 1% من الويست أفريكان الأفارقة اللي هي ويست، اللي هي الويست يعني عندي الأفارقة اللي بعيشوا في اللي هو الويست اللي هي الشرقيين، الأفارقة الشرقيين and American blacks، والأمريكان اللي لونهم أسود اللي هو الأمريكان بلاكس، الأبلاكس الأمريكان بلاكس يعني الناس السود في الولايات المتحدة الأمريكية. ما لهم في الناس هذول؟ الريد بلاد سيل هاف ان ابنورمال تايب اوف هيموجلوبين، اللي وفيها هيموجلوبين غير طبيعي بسموه اس هيموجلوبين، زي شكل حرف الاس الهيموجلوبين هذا. الهيموجلوبين هذا containing faulty beta chain. ايش يعني faulty؟ عيب، عيب يعني عيب في البيتا تشينز. الهيموجلوبين هذا في بيتا تشينز فيهم عيب. ليش؟ لانه الفالين بيجي بداله مين؟ الجلوتاميك اسيد. ما احنا شرحناها قبل هيك، قلنا البيتا تشين 2 بيتا تشين، ما هو احنا قلنا الهيموجلوبين فيه 2 بيتا و2 الفا، مين اللي بتنضرب؟ البيتا. البيتا تشين في الهيموجلوبين هذا بدل الامينو اسيد في البيتا تشين، ما هي امينو اسيد كلها عباره عن بوليبيبتايد تشين، بدل اللي هو الفالين بصير حاجه اسمها جلوتاميك اسيد، يعني الفالين از سبستيتيوتد فور جلوتاميك اسيد، الفالين بدل اللي هو الجلوتاميك اللي هو اسيد. يعني معنات الكلام اللي هو الفالين بدل اللي هو الجلوتاميك اسيد، او الجلوتاميك اسيد بدل الفالين، ما فيش مشكله، هي هي يعني ما تدقش الامر كتير هان، يا اما الفالين بدل الجلوتاميك اسيد يا اما الجلوتاميك اسيد بدل الفالين، هي هي ما هي هي، بتغيروا اثنين بدل بعض. اذا تغيروا اثنين اللي هو بدل بعض، او بدل الجلوتاميك اسيد صار فالين، او بدل الفالين صار جلوتاميك اسيد، بما معناه في الحاله هذه على طول البيتا تشين ضربت، الهيموجلوبين على طول بصير اللي هو اسمه اس شيبت هيموجلوبين اب نورمال اللي هو هيموجلوبين. ولما هذا النوع من الهيموجلوبين يتعرض لللو اكسجين، وهذا الكلام قلناه للاكسجين، بيكون اللونجيتد كريستالز اللي هو بلورات طويله داخل خلايا الدم الحمراء، وهذه البلورات اللي هي الطويله بتكون مدببه زي الشوك عامله، وعلى طول لما تمر الريد بلاد سيل خلال السمول كابيلاريز الاوعيه الدمويه الصغيره، السبايكس انتس نهايات الشوك هذه ايش بتعمل؟ نهايات الشوك الموجوده في البلورات على طول بتعمل رابتشر للسيل ممبرين، يعني بتفجر السيل ممبرين تبعت الريد بلاد سيل. وهذا الكلام اخذناه في الاول، اما بتذاكره في الاول او هان كله ماشي. اذا السيكل سيل انيميا تعني وجود هيموجلوبين، وجود اللي هو ايه؟ هيموجلوبين غير طبيعي. ليش؟ لانه البيتا تشين 2 مش بيتا واحده، 2 بيتا تشين الموجوده في الهيموجلوبين بتلاقي امينو اسيد فالين او جلوتاميك اسيد بتغيروا مكان بعض، وفي هذه الحاله الهيموجلوبين بياخذ حرف او شكل حرف الاس، وبكون مدبب من الطرفين. الكريستالز اللي هو البلورات تبعته مدببه عامله زي الشفر، والسبايكس هذا او السبايكس اندز اوف كريستالز يعني نهايات اللي هو الشوك تبع البلورات، لما بتخش الريد بلاد سيل في الأوعية الدموية على طول بيعمل انفجار ل اللي هو الغشاء الممبرين تبع الريد بلاد اللي هو سيل، الريد بلاد سيل. وطبعا الريد بلاد سيل تنفجر، وهذا تبع مين؟ الهيموليتيك أنيميا، عن الأنيميا الناتجة عن انفجار الريد بلاد سيل. إذا الهيموليتيك أنيميا فيها نوعين، فيها هيريديتري سفيروسيتوزيس وفيها سيكل سيل انيميا، واثنين انفجار للريد بلاد اللي هو سيل. الاولاني ببساطه لانه في عامل وراثي، بالنسبه للهيريديتري سفيروسيتوزيس في عامل وراثي بيخلي الخليه سفير كوره بدل وسمول بدل ما هي مين بايكونكيف ديسك، وبتنفجر في السبلين في الطحال. الثانيه لانه في مشكله في البيتا تشينز، اتحول امينو اسيد الى امينو اسيد اخر، وبعد هيك على طول مباشره انفجرت
اللي هي على طول الهيموجلوبين تكون على شكل اس هيموجلوبين زي بلورات مدببه من الجانبين، وعندما تمر الريد بلاد سيل في الاوعيه الدمويه السمول كابيلاريز على طول بتنفجر الممبرين بتبعها. هذه كلها اللي اتكلمنا عليها انواع اللي هي الانيميا. اخر نوع من الانيميا اسمه اريثرو بلاستوزيس فيتاليس، مش اخر نوع لا، هذا تبع الهيموليتيك انيميا. اذا بنقول الهيموليتيك انيميا كمان مره فيها ثلاث انواع. النوع الاول من الهيموليتيك انيميا اسمه هيريديتري سفيروسايتوزيس، تمام. طب والنوع الثاني اسمه سيكل سيل انيميا. طب والنوع الثالث اللي جاي في السلايد اسمه اريثرو بلاستوزيس فيتاليز. اريثرو بلاستوزيس فيتاليز، كلمه فيتاليز مميت، وكلمه اريثرو بلاستوزيس يعني الاريثروسايت بتنفجر، وفيتاليز مميت، الانفجار المميت اللي هو الريد بلاد سيلز اللي هو الاريثرو بلاستوزيس اللي هو فيتاليز. اريثرو بلاستوزيس اللي هو فيتاليز، الانفجار المميت للريد بلاد سيلز، وهذا النمرة سي في الهيموليتيك انيميا. وهذا الكلام انتوا اخذتوه في الثانوية واخذتوه في البلد واخذتوه في كل مكان. ايش بقول؟ في هذا المرض in which Rh positive red blood cells in fetus are attacked by antibodies from Rh negative mother. هذا الكلام شرحوا لكم اياه، قالوا لكم لما اب Rh positive بيتزوج ست Rh negative الجنين هيطلع Rh positive. ال Rh اللي هو مين؟ ال Rh اللي هو عامل رصص، عامل رصص اللي هو اكتشفوه في القردة وقالوا انه هذا عامل رصص اللي هو ال Rh. شو يعني Rh positive؟ يعني هذا العامل موجود على سطح الريد بلاد سيلز، موجود على سطح مين؟ الريد بلاد سيلز. اذا الاريثرو بلاستوزيس فيتاليز، انه لو نقول كمان مره انه لو رجل Rh positive يعني على سطح خلايا الدم الحمراء تبعته في اللي هو عامل رصص اللي هو ال Rh، تمام، يعني موجود انتيجين اسمه Rh positive موجود على الريد بلاد سيل، تزوج من امرأة Rh negative يعني مش موجود على خلايا الدم الحمراء تبعتها ايش؟ عامل رصص. اتزوجوا اثنين، الجنين هيطلع مين؟ هيطلع Rh positive. ليش Rh positive للجنين؟ الجنين هيطلع Rh positive لسبب بسيط، لانه ال Rh positive هو السائد والار اتش نيجاتيف المتنحي، وفي الوراثه بنقول الار اتش بوزيتيف سائد والار اتش نيجاتيف متنحي. اذا الجنين الاول هيطلع ار اتش بوزيتيف، وعلى طول الجنين هيطلع ار اتش بوزيتيف، تمام. طيب الار اتش بوزيتيف، اذا الجنين هيطلع الريد بلاد سيلز تبعته عليها مين؟ عليها ار اتش بوزيتيف. طيب هذا الجنين عند قطع الحبل السري تتسرب كمية من الدم الموجودة في الجنين عبر المشيمة عند قطعها إلى الأم. طب الأم جايها مين؟ جايها الـ Rh positive، جايها خلايا دم حمراء من الجنين تحمل أنتيجين اللي هو الـ Rh positive. الأم هتعملها مين؟ هتعملها أنتيباتيس اللي هو مضادات قوية، هتمسكها على طول وتخسرها، تخثر مين؟ اللي هو الأنتيباتيس تبعت اللي هي الجنين. فحينزل الجنين الأول ممكن ينزل سليم لأنه كمية الأنتيبادز اللي تكونت في الأم مش كتيرة. المشكلة مش في الجنين الأول، المشكلة في الجنين الثاني. هل جيت الأم إيش فيها؟ فيها أنتيبادز جاهزة، الأنتيبادز هذه لميل للآر إتش بوزيتيف. لما بتحمل الحمل الثاني برضو حيطلع الجنين آر إتش بوزيتيف، وعند ما نقص الحبل السري على طول كمية من الدم من الجنين تتسرب إلى الأم، بتروح على طول الأم إيش بتعمل؟ أو حتى قبل قطع الحبل السري الـ Rh positive الأنتيبادز الموجودة في الأم وين بتروح؟ بتروح على الجنين. إيش بتعمل؟ بتخثر دم الجنين، فالجنين بينزل وبصير عنده أنيميا، خلايا الدم الحمراء كلها بتتكسر تبعته، وبينزل عنده سيريوس كيس من الأنيميا وقد يموت، واحتمال موته كبيرة جدا الطفل الثاني. وهذا كلام أنتوا أخذته. إذن كمان مرة عشان نفهم الحتة هذه نقولها كمان مرة، لو عندي أنا رجل Rh positive يعني خلايا الدم الحمراء موجود عليها أنتيجين
اسمه ار اتش بوزيتيف عامل رصاص، تزوج من امرأة ليس على خلايا الدم حمراء تبعتها ار اتش عامل رصاص، وتسمى الار اتش نيجاتيف ماذر. الجنين الاول بيطلع ار اتش بوزيتيف. عند قطع الحبل السري فانه يتسرب كميه من دم الجنين اللي هو ار اتش بوزيتيف الى الام اللي هي ار اتش نيجاتيف. على طول الام بتعملها انتي بوديز لمين؟ لانه الار اتش بوزيتيف اللي جايها من الجنين هو مين؟ هو انتي جين، فبتعمل دم الام انتي بوديز والجنين الاول بينزل بسلام. طب الان الام موجود فيها انتي بوديز جاهزه وكتيره وبتكبر وبتصير تمام لمين؟ بتستنى الجنين الثاني اللي هو الجنين الثاني. لما تحمل الام في الجنين الثاني بيكون ماله ار اتش مين؟ بوزيتيف الجنين، لانه الار اتش بوزيتيف سائد فبيجيب الار اتش بوزيتيف. على طول الانتي بوديز الموجوده في الام بتستنى الانتيجنز تبعت الجنين، بتروح على الجنين وبتخسر دمه، بتخثر الدم وبتفجر خلايا الدم الحمراء تبعت الجنين، فبنزل الجنين تقريبا ميت وعنده هيموليتيك انيميا. هذا النوع من الانيميا بسموه اريثروبلاستوزيس فيتاليس، وهو تكسير لخلايا الدم الحمراء، عشان كده حطيناه تحت اللي هو الهيموليتيك انيميا، الانيميا الناتجه عن تكسير خلايا الدم الحمراء. نقرا العمليه. اريثروبلاستوزيس فيتاليس ان ويتش، اللي فيها الار اتش بوزيتيف ار بي سيز ان فيتاس، ها ار اتش ار بي سيز بوزيتيف الموجوده في الجنين ار اتاكد باي انتي بوديز فروم نيجاتيف مذر، لانه المذر نيجاتيف والجنين بوزيتيف، فبتهاجم المذر وبتعمل انتي بوديز. في الحاله هذه هذه الانتي بوديز ميك الار اتش ار بي سيز فراجايل، بتكسر الار بي سيز تبعت الجنين leading to rapid rupture انفجار الار بي سيز and causing the child to be born، وبتخلي المولود ينزل وفي مين serious case of anemia، أنيميا حادة جدا وتؤدي في أغلب الأحيان إلى الوفاة، تؤدي في أغلب الأحيان إلى الوفاة. إذن هو هان بيتكلم تقريبا عن الطفل الثاني وليس الطفل الأول، الطفل الثاني اللي بيؤدي في الحالة هذه إلى الوفاة. إذن الطفل موجود، الأم موجودة، الأم فيها أنتيبوديز جاهزة بتهاجم الطفل اللي فيه الار اتش بوزيتيف، وبتقضى على خلايا الدم الحمراء تبعت الطفل بتخليها تتفجر وبنزل الطفل عنده أنيميا اللي هو very serious. هذه الأنيميا خلصناها. نيجي لموضوع تاني اسمه البولي سايثيميا. بولي سايثيميا يعني زيادة عدد خلايا الدم الحمراء. زيادة عدد خلايا الدم الحمراء قد يكون زيادة عدد خلايا الدم الحمراء زيادة طبيعية physiological يعني طبيعية، وقد تكون زيادة خلايا الدم الحمراء ناتجة عن اللي هو مرض. يعني ممكن تكون فيسيولوجيكال وممكن تكون اللي هو باثولوجيكال. إذا كانت خلايا الدم الحمراء تزيد زيادة عادية فيسيولوجية فبسموها سكندري بوليسايثيميا، سكندري بوليسايثيميا. السكندري بوليسايثيميا هي زيادة في عدد خلايا الدم الحمراء بس فيسيولوجيا، وهذه تحدث وين؟ في حالة الهايبوكسيا. فاكرين الهايبوكسيا اللي حكينا عليها؟ الهايبوكسيا هي نقص الأكسجين. إذن السكندري بوليسايثيميا occurs upon hypoxia، تحدث وين؟ في حالة نقص الأكسجين. In which اللي فيها البون مارو produces extra red blood cells، البون مارو بنتج عدد أكبر من مين؟ من الريد بلاد سيلز. ليش؟ لأنه في هايبوكسيا، في نقص الأكسجين، وقلنا في حالة نقص الأكسجين تنتج أكبر عدد من اللي هو الريد بلاد سيلز. بس هل هذه مرضية؟ لا، هذه مش مرضية. واحد مثلا طالع على الجبال العالية، واحد عايش على الجبل، واحد عايش على الجبل فوق، طب الجبل فوق فيها نقص في الأكسجين، أكيد هتلاقي خلايا الدم الحمراء عنده عددها أكتر من واحد عايش في سطح الأرض زينا. يعني لو جبنا واحد عايش في جبال الهملايا مثلا، الهملايا، وجبنا واحد عايش زينا كده على سطح الأرض مش على الجبال، بنلاقي اللي عايش في جبال الهملايا عنده عدد خلايا الدم الحمراء أكتر، وهذه بسموها اللي هو physiological بولي اللي هو سايثيميا. إذن أول نوع من البولي سايثيميا اسمها secondary بولي سايثيميا. السكندري بولي سايثيميا تحدث نتيجة لنقص الأكسجين الهايبوكسيا in which bone marrow produce extra زيادة من الريد بلاد سيل، وقد تصل عدد الريد بلاد سيل من 6 إلى 7 مليون في كل مليمتر مكعب. الطبيعي كام؟ 6، ممكن تصل ل 7 مليون، يعني حوالي كام؟ 30% زيادة عن النورمال. لكن هذه this is physiological polycythemia،
physiological physiology نتيجة لوجوده occurs in natives الناس اللي النيتيفز الأصليين who live at altitudes موجودة في الناس اللي بتعيش في الجبال العالية اللي هي النيتيفز يعني الناس اللي هي الناس الأصليين اللي هم عايشين طول عمرهم على الجبال العالية هذه البوليسايثيميا بتحدث. طيب في كمان زيادة في عدد خلايا الدم الحمراء بس هذه بتكون مالها بتكون مرضية اسمها بوليسايثيميا فيرا أو إريثريميا يا بسموها بوليسايثيميا فيرا أو إريثريميا وهي هنا باثولوجيكال كونديشن حالة مرضية in which red blood cell count may be 7 على 8 مليون شايفين قد تصل عدد خلايا الدم الحمراء إلى 8 مليون لكل ملي متر مكعب وفي الحالة هذه الهيماتوكريت إيش يعني هيماتوكريت اللي هي حجم خلايا الدم الحمراء بالنسبة لحجم الدم كله معروف الهيماتوكريت تعريف الهيماتوكريت اللي هي تعريفها حجم خلايا الريد بلاد سيل بالنسبة لحجم الدم كله حجم خلايا الريد بلاد سيل بالنسبة لحجم الدم كله بسموها الهيماتوكريت والهيماتوكريت الطبيعية بتكون من 40 إلى 45% لكن في حالة البوليسايثيميا فيرا هذا المرض اللي فيه زيادة في خلايا الدم الحمراء أكيد جمع حزيد الهيماتوكريت قد تصل إلى 60 إلى 70% بدلا من النورمال اللي هي 40 إلى 45%. طب إيه سبب البوليسايثيميا فيرا الزيادة المضطردة في خلايا الدم الحمراء هذه؟ إيه السبب هالمرضي؟ caused by a genetic aberration يعني تغير جيني أو تغير غير طبيعي جيني genetic aberration يعني تغيير جيني غير طبيعي in hemocytoblastic cells في الخلايا اللي هي الموجودة في البون مارو اللي هو hemocytoblastic cells that no longer stop producing red blood cells اللي هي بتضلها تنتج red blood cell على طول يعني انتاج غير اللي هو طبيعي مسببة causing excess red blood cell production excess red blood cell production مسببة انتاج عدد كبير من خلايا الدم الحمراء وهذا مرض جيني ومرض انه الخلايا لا تتوقف عن انتاج الريد بلاد اللي هو سيلز في البون مارو وفي الحالة هذه التوتال بلاد فوليوم بزيد حجم الدم طبعا بزيد لانه حجم الخلايا بتصير كبيرة sometimes twice normal واحيانا حجم الدم بيكون قد ما هو مرتين يعني تخيل انه حجم الدم قد ما هو مرتين as a result ونتيجة لذلك الفاسكولار سيستم becomes engorged يصبح الجهاز الدوري أو جهاز الأوعية الدموية مليان ريد بلاد سيل محتقن engorged يعني محتقن محتقن زي واحد عنده احتقان يعني مليان سوائل مليان ريد بلاد سيلز إذن as a result الفاسكولار سيستم becomes engorged engorged يعني إيه محتقن يعني في عدد خلايا الدم الحمراء كتيرة والسوائل كتيرة بتلاقيه محتقن الجهاز الدوري وبيزيد البلاد فيسكوزيتي اللي هو لزوجة الدم حزيد طبعا حزيد لزوجة الدم لأنه زاد عدد خلايا الدم الحمراء وتصبح لزوجة الدم الحمراء اللي هو 3 أضعاف يعني may increase from the normal of 3 times the viscosity of water يعني هي في الطبيعة لزوجة الدم بتكون 3 أضعاف لزوجة المية في الحالة هذه لزوجة الدم بصير 10 أضعاف لزوجة المية طلعوا قديش إذن لزوجة الدم بتزيد بدل ما هي في الحالة الطبيعية 3 مرات لزوجة المية بتصير لزوجة الدم بتزيد وبصير 10 مرات لزوجة المية شايفين قديش يعني اللزوجة بتزيد من 3 مرات لزوجة المية إلى 10 مرات لزوجة المية شوفوا قديش زادت اللزوجة زادت بشكل مضطرد في حالة البوليسايثيميا فيرا تمام هذول اللي هم زيادة خلايا الدم الحمراء إذن في نوعين من الزيادة زيادة فسيولوجية طبيعية نتيجة للمعيشة في اللي هو الجبال العالية وفي نتيجة اللي هو خلل في الجينات وهذه إلها كتير من اللي هو التبعيات إنه زيادة خلايا الدم الحمراء ممكن يزود حجم الدم ممكن اللي هو الفاسكولار سيستم يصير اللي هو محتقن ممكن اللزوجة تزيد بدل ما هي 3 مرات قد المية
اللي هو لزوجة الدم، بدل ما هي 3 مرات قد المية تصير لزوجة الدم 10 مرات أكثر من المية، وهذه لزوجة تعتبر اللي هو عالية. تمام؟ بكده إن شاء الله بنخلص اللي هو الشطر، وحننتقل إن شاء الله مباشرة إلى اللي هو الشطر اللي بعديه مباشرة، اللي هو شابتر 9، ونبتدي إن شاء الله في شابتر 9 نسجل. وشابتر 9 بعنوان اللي هو اليوكوسايتس، اللي هو نفتح إن شاء الله مع بعض على شابتر 9. وشابتر 9 بعنوان اليوكوسايتس اللي هي خلايا الدم البيضاء، وجرانيولوسايتس خلايا اللي هي برضو الدم البيضاء، والمونوسايت ماكروفيج سيستم اند انفلاميشن والالتهابات. اذا شابتر 9 بيركز على اليوكوسايتس، على خلايا الدم البيضاء اللي هي بانواعها المختلفه، وحناخد ان شاء الله انواعها المختلفه لخلايا الدم البيضاء، وهذا العنوان حنفهمه اللي هو من خلايا الدم البيضاء في الجرانولوسايتس وفي المونوسايتس وفي الماكروفيج سيستم وفي كمان الانفلاميشن. فحنبتدي في شابتر اللي هو 9 في الكورس، اللي هو شابتر 9 في الكورس نبتدي فيه. ونقول اول حاجه في اول سلايد نبتدي ان شاء الله في اليوكوسايتس، اي الوايت بلاد اللي هو سيلز، خلايا الدم اللي هو البيضاء. طيب بالنسبة لخلايا الدم البيضاء، اليوكوسايتس are formed partially in bone marrow، تتكون خلايا الدم البيضاء جزئيا في مين؟ في البون مارو. مين اللي بتتكون في البون مارو؟ مين خلايا الدم البيضاء اللي بتتكون في البون مارو؟ حناخد أنواعها إن شاء الله في نفس السلايدز، اللي هي خلايا الجرانيولوسايتس and monocytes and few lymphocytes. and few lymphocytes يعني خلايا الدم البيضاء تتكون في البون مارو. مين اللي بتكون منها في البون مارو؟ النوع اللي اسمه الجرانيولوسايتس والمونوسايتس، وفي كمان بعض الليمفوسايتس تتكون في البون مارو. وين كمان بتتكون خلايا الدم البيضاء؟ اند بارتشلي ان ليمف تيشو، وفي الليمفويد تيشو. الليمفوسايتس، الليمفوسايتس بتتكون في الليمفويد تيشو. اذا خلايا الدم البيضاء هي 3 انواع رئيسيه، خلايا الدم البيضاء هي 3 انواع رئيسيه وحناخدها تحت الان. خلايا اسمها اللي هو الجرانيولوسايتس، وخلايا اسمها المونوسايتس، والنوع الثالث اسمه ليمفوسايتس. ليمفوسايتس هدول الـ3 انواع. الـ3 انواع هدول بتكونوا في البون مارو، وكمان 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 اللي هو الليمفوسايتس بتكونوا وين؟ في الليمفويد تيشو، في الانسجه الليمفاويه. احنا لما جينا تكلمنا على خلايا الدم الحمراء قلنا خلايا الدم الحمراء تتكون في البون مارو وفقط في البون مارو وفقط في البون مارو، بس خلايا الدم الحمراء تتكون في البون مارو فقط. لكن لما نيجي نتكلم على خلايا الدم البيضاء بنقول تتكون في البون مارو وكمان وكمان في اللي هو الليمفويد تيشو، يعني في النسيج الليمفاوي. تمام؟ طيب الليمفوسايتس ار فورمد بارشلي ان بون مارو، جزء منها بتكون في البون مارو اللي هو الجرانولوسايتس والمونوسايتس وبعض اللي هو الليمفوسايتس، وكمان تتكون اليوكوسايتس وين؟ في بارشلي ان ليمف تيشو، وكمان في النسيج الليمفاوي. مين اللي بتتكون في النسيج الليمفاوي؟ اسمها الليمفوسايتس. ما هي عشان اسمها الليمفوسايتس بتتكون في النسيج الليمفاوي. طيب دي طبعا النسيج الليمفاوي، وكمان بتتكون وين؟ في اللي هو البون مارو كمان. طيب the real value of the leukocytes، القيمة الحقيقية لليوكوسايتس is that most of them are specifically transported to areas of serious infection and inflammation. يعني القيمة الحقيقية لليوكوسايتس خلايا الدم البيضاء إن هي كلها أو معظمها بتنتقل إلى مين؟ إلى المناطق اللي فيها إصابة، الانفكشن، الانفلاميشن، الالتهابات. زي إحنا بنعيش اليوم في فيروس كورونا، فيروس كورونا لما بيخش من وين؟ بيخش عبر الجهاز التنفسي وبيعمل انفلاميشن في الرئة، التهابات في الرئة. مين اللي بيكافحه؟ اللي هو الوايت بلاد سيلز لليوكوسايتس، وهذه مهمة جدا مهمة جدا. إذا من الأهمية في مكان الريال فاليو، القيمة الحقيقية، the real value
of leukocytes انه معظمها بتروح لمين؟ تحارب اللي هو الانفكشن او الالتهابات. واللي جهاز مناعته قوية الحقيقة بيعدي الكورونا، الكورونا عادي بتعديها لو جهاز مناعتك قوية، ما في مشكلة، ما في اي مشكلة، تمام؟ اذا thereby ومن ثم providing a rapid and potent defense against infectious agents، ومن ثم خلايا الدم الحمراء تعطينا rapid سريع، potent قوي، دفاع ضد مين؟ ضد infectious agents، العوامل اللي هي بتسبب الإصابة. اذا هي فعلا جهاز المناعة والوايت بي سيز هي اللي بتعطيني rapid and potent defense، دفاع قوي وسريع ضد اللي هو العوامل التي تسبب الإصابة، أي عامل بسبب الإصابة، تمام؟ عشان كده احنا عرفنا الآن حاجة مهمة جدا، إنه الوايت بلود سيلز تتكون في منطقتين، تتكون في البون مارو وتتكون في الليمفويد تيشو، مهم. عكس مين؟ الار بي سيز، الريد بلود سيل كانت بس بتتكون في وين؟ في البون مارو، تمام؟ الحاجة الثانية بدنا نعرف أنواعها. هناك ثلاث أنواع من اللي هو الوايت بلود سيلز. أول نوع اسمه بولي مورفونيوكليار سيلز أو جرانيولوسايتس، ها، أو جرانيولوسايتس، نفهم، يا إما بولي مورفونيوكليار سيلز أو بسميها بين قوسين مين؟ جرانيولوسايتس، هي نفس الاسم بولي مورفونيوكليار سيلز. طب ليه سميتها بولي مورفونيوكليار سيلز؟ لأنه فيها نواة والنواة تبعتها عديدة التعرجات. بولي مورفو يعني مورفولوجي، مورفولوجي يعني شكل، بولي يعني أشكال عديدة، لمين؟ نيوكلير للنواة، يعني خلايا فيها الأنوية عديدة الأشكال، أو بسموها مين؟ جرانيولوسايتس. طب ليه سميتها جرانيولوسايتس؟ لأنها فيها جرانيولز، فيها حبيبات، عشان كده سموها جرانيولوسايتس. إذن النوع الأول من الوايت بلد سيل اسمه بولي مورفو نيوكلير سيلز أو جرانيولوسايتس، وهذه فيها ثلاث أنواع: النيوتروفيلز الخلايا المتعادلة، والإيوزينوفيلز الخلايا الحامضية، and بيزوفيلز الخلايا القاعدية. النيوتروفيلز يعني لا تصبغ بأي صبغة، ولا صبغة بتصبغها. إيوزينوفيلز أي تصبغ بالصبغات الحامضية. طب بيزوفيلز تصبغ بالصبغات القلوية، تمام؟ إذن أول نوع من خلايا الدم البيضاء اسمه بوليمورفونيوكليار سيلز أو جرانيولوسايتس، وهذه الخلايا فيها ثلاث أنواع: نيوتروفيلز، إيزونوفيلز، and بيزوفيلز. النوع الثاني اسمه المونوسايتس، خلايا اسمها مين؟ المونوسايتس. النوع الثالث اللي هي الليمفوسايتس، الخلايا الليمفاوية. هذول هم الثلاث أنواع الرئيسية في مين؟ في الوايت بلود سيل. البوليمورفونيوكليار سيلز اللي هو النوع الأول هاف جرانيولار أبيرانس، يعني فيها جرانيولز، عشان كده سميتها إيش؟ جرانيولوسايتس with multiple nuclei، عشان فيها قلنا عديد من النيوكليي، لذلك سميتها بوليمورفونيوكليار، عديد من النيوكليي. إذن البوليمورفونيوكليار سيلز ممكن أسميها جرانيولر، ممكن أسميها إيش؟ جرانيولوسايت. ليش جرانيولوسايت؟ لأنها فيها جرانيولر أبيرانس زي الجرانيولز فيها، وكمان ممكن اللي هو اسمها طبعا بوليمورفونيوكليار سيلز لأنه فيها multiple nuclei أو النيوكليي بتظهر بأشكال مختلفة فيها. إذن هذول الثلاث أنواع من الوايت بلاد سيلز اللي هو البولي مورفونيوكليار سيلز او جرانيولوسايتس، وفيها ثلاث انواع: نيوتروفيلز، ايزونوفيلز، اند بيزوفيلز. النوع الثاني من الوايت بلاد سيلز اسمه المونوسايتس. النوع الثالث من الوايت بلاد سيلز اسمه ليمفوسايتس، تمام؟ طيب نيجي نتكلم عن الانواع المختلفه من الوايت بي سيز وقديش كميتها في الدم. نيجي نتكلم اول حاجه لجرانيولوسايتس اند مونوسايتس، يعني جاب الجرانولوسايتس مع مين؟ جمعها مع المونوسايتس، يعني النوع الأول مع النوع الثاني جمعهم مع بعض. قال لك الجرانولوسايتس والمونوسايتس protect the body against invading organism، تحمي الجسم من invading الغازية التي تغزو الجسم أو المهاجمة التي تهاجم الجسم. Protect the body against invading organisms، من الكائنات الحية التي تغزو الجسم أو تهاجم الجسم عن طريق الفاجوسايتوزيس. إذن هذول الناس عن طريق مين؟ الفاجوسيتوزيس أو ريليزنج أنتي مايكروبيال أو أنتي إنفلاماتوري سابستانس، أو بتفرز وبتطلع أنتي مايكروبيال، حاجة مضادة للميكروبات، أو أنتي إنفلاماتوري، مواد مضادة للالتهابات والميكروبات. That have multiple effects، إلها تأثيرات عديدة، هذه المواد بتقتل الميكروبات بتأثيرات عديدة،
that aid in اللي بتساعد على destroying of the offending organism. offending organism يعني الorganisms المعادية. كلمة offending يعني المعادي أو الinvading هي هي. يا إما offending organisms الكائنات الحية المعادية أو الoffending أو الinvading organism هي الكائن الحي الغازي اللي هي الجسم أيا فيهم تمام. إذا الجرانولوسايتس والمونوسايتس هدول إيش بيعملوا؟ بيحموا الجسم ضد الميكروبات عن طريق الفاجوسايتوزز البلعمة، يعني بروح للميكروب بعمل له فاجوسايتوزز ببتلعه، أو كمان بطلعوا مواد هذه ضد الالتهابات أو ضد الأنتي ميكروبيال أو أنتي إنفلاماتوري اللي هو سابستانس that have multiple effects في اللي هو القضاء على اللي هو الoffending organism يعني الكائن الحي الغازي للجسم. النوع الثاني من الخلايا الليمفوسايتس. الليمفوسايتس function mainly in connection with immune system، بتشتغل بالتعامل أو بالمساعدة أو بالارتباط بالإميون سيستم، وحنعرف إن شاء الله كيف الليمفوسايتس بتشتغل. الليمفوسايتس خلايا مهمة جدا اللي فيها نوعين اللي هو البي ليمفوسايتس والتي ليمفوسايتس، فيها نوعين اسمه البي ليمفوسايتس والتي ليمفوسايتس، وهي خلايا مهمة جدا وهي تشتغل أساسا بالارتباط أو بالتعاون مع الإميون سيستم، لأن هي جزء من الإميون سيستم، جزء كبير جدا من الإميون سيستم الليمفوسايتس. طيب قديش في وايت بلد سيلز في أجسامنا؟ concentration of white blood cells في الهيومن بادي، يعني تراكيز أو قديش في عدد من الوايت بلد سيلز في الهيومن بادي في جسم الإنسان. الأدلت هيومن يعني جسم الإنسان البالغ العاقل حوالي في 7000 وايت بلد سيلز، يعني في 7000 خلايا دم بيضاء لكل مايكروليتر، يعني 7000 لكل ميكروليتر. إذا عدد خلايا الدم البيضاء اللي هي النورمال الطبيعية الموجودة في الجسم 7000 خلية دم بيضاء لكل ميكروليتر. الجدول اللي أمامنا بيوضح قديش البيرسنت أو البيرسنتج النسبة المئوية لكل نوع من خلايا الدم البيضاء، لكل نوع. إحنا مش عايزين طبعا نحفظ البيرسنتج زي ما هي، لا، إنما عايزين نعرف مين أكثر الخلايا موجودة في الدم، تمام، ونشوف أكثر الخلايا مين الموجودة في الدم، أكثر خلايا الدم البيضاء. طبعا العدد الكلي قديش قلنا 7000 موجودة، لكن 7000 اللي هم طبعا لكل خلايا الدم البيضاء. بالنسبة للنسب اللي هي كالتالي: 62% من 7000 هذول مين هم؟ النيوتروفيلز اللي هي الخلايا المتعادلة، 62% وهي أكثر أنواع خلايا الدم البيضاء الموجودة في جسم الإنسان هي النيوتروفيلز. خلايا مين؟ النيوتروفيلز، وتمثل 62% من خلايا الدم البيضاء. الإيزونوفيلز 2.3%، البيزوفيلز 4%، المونوسايتس اللي هي 5.3%، الليمفوسايتس 30%. إذن أكثر خلايا موجودة في الجسم خلايا دم بيضاء هي النيوتروفيلز، بيجي بعدها مين؟ الليمفوسايتس، بيجي بعدها مين؟ المونوسايتس، تمام، والإيزونوفيلز بعدها، والبيزوفيلز هي الأقل تقريبا موجودة في الجسم كميتها. هذا تقريبا اللي هو عدد خلايا الدم البيضاء اللي هو نسب خلايا الدم البيضاء الموجودة في اللي هو الجسم. إذن النورمال 7000 في الإنسان العادي وايت بي سيز، ولازم رقم 7000 ينحفظ، لازم ينحفظ، اللي هو من 7000 هدول متوزعين على انه في نيوتروفيلز 62، ايوزينوفيلز 2.3، بيزوفيلز 4.4، مونوسايتس 5.3، ليمفوسايتس 30%. اذا اكثر خلايا الدم البيضاء هي النيوتروفيلز، بعديها بيجي الليمفوسايتس، بعديها بتيجي المونوسايتس، وبعديها بتيجي الايوزينوفيلز، ثم البيزوفيلز، تمام. طيب نيجي نتكلم عن كيف تتكون خلايا الدم البيضاء. كيف بتتكون خلايا الدم البيضاء؟ احنا عملنا استرس وقلنا انه خلايا الدم البيضاء في منطقتين في الجسم بيكونوهم، مش منطقة واحدة، لا، اثنين. المنطقة الاولى اسمها البون مارو، والمنطقة الثانية اسمها الليمف تيشو، يعني الخلايا اللي هو الانسجة الليمفاوية. طيب احنا اذا فاكرين في الريد بلاد سيل قلنا بس نقول انه والله البون مارو، ما فيش غير البون مارو. طيب
فاكرين كل خلايا الدم سواء البيضاء سواء الحمراء سواء البليتلتس، كل عناصر الدم أو كل خلايا الدم تنتج من خلية واحدة اسمها بلوري بوتينشال هيماتو بويتك استيم سيل. بلوري بوتينشال هيماتو بويتك استيم سيل هذه كانت إذا فاكرين تروح تعطي مين اللي هو الإريثروسايتس، وكمان هي نفسها ممكن تعطي الوايت بلد اللي هو سيل، هذه في البون مارو. إذا البروري بوتينشال هيماتوبويتيك ستيم سيل هي أساس الوايت بي سيز وهي أساس الريد بلد سيل. إحنا هلقيت بدنا نتكلم على مين؟ على الوايت بلد سيل، يعني على على الإنتاج، خط إنتاج الوايت بلد سيل مش الإريثروسايت. الإريثروسايت كان خط إنتاجه معروف، إحنا بدنا نتكلم الآن على اللي هو الوايت بلد اللي هو سيلز. البلوري بوتينشال هيماتوبويتيك ستيم سيل ديفرنشيت تتميز إلى خلايا، هذه الخلايا تنتج في النهاية الوايت بلد سيل. أنا مش عايز أقول أسماء الخلايا، يعني في الريد بلد سيل كان بهمني أسماء الخلايا، بس في الوايت بلد سيل مش مهم، مش مهم، بدي أقول إنه خلايا وفي النهاية تعطي وايت بلد سيل بدون ما أذكر أسماء التمايز. إذا في عندي خطين الآن لإنتاج الوايت بلد سيل، في عندي خطين لإنتاج الوايت بلد اللي هو سيلز. إذن two lineage، lineage يعني خطين of white blood cells are formed. في عندي خطين لإنتاج البلد اللي هو الوايت بلد سيل. إذن الهيماتوبويتيك ستيم سيل في إلها خطين عشان تنتج الوايت بي سيز. الخط الأول اسمه مايلوسيتيك lineage، خط المايلوسيتيك lineage which begins with myeloblast، هذا يبدأ بخلايا اسمها المايلوبلاست. طب والخط الثاني lymphocytic lineage عشان بده ينتج الليمفوسايت which begins with lymphoblast which begins with lymphoblast، يعني في خطين. الخط الاول ينتج اللي هو كل خلايا الوايت بلد سيل، والخط الثاني ينتج الليمفوبلاست، ينتج مين؟ الليمفوبلاست. اذا myelocytic lineage which begins with myeloblast يبدا في خلايا اسمها المايلوبلاست، وبعدين الليمفوسيتيك لينج يبدأ بخلايا اسمها الليمفوبلاست. طبعا المايلوبلاست هتنتج مين؟ هتنتج مين المايلوبلاست؟ هتنتج الجرانولوسايتس والمونوسايتس. طب والخط الثاني اللي اسمه ليمفوبلاست اكيد هتنتج الليمفوسايتس. هاي الخطين، يعني خط انتاج للليمفوسايتس وخط انتاج لمين؟ للجرانولوسايتس والمونوسايتس. اوكي، هدول في وين اللي هو موجودين في انتاج في البون مارو. تمام، مش هقول الخلايا اللي بينهم ولا هتكلم عن اسماء خلايا كتير ابدا. ليش؟ لانه في خطوات كتيره مش عايزينها، كنا عايزينها في الريد بلد سيل لكن هل مش عايزينها. تمام، ناخد الجرانولوسايتس اند مونوسايتس. الجرانولوسايتس اند مونوسايتس قلنا فورمد اونلي ان بون مارو، فقط في البون مارو وعن طريق الخط اللي اسمه مايلوسيتيك لينج. لكن الليمفوسايتس تنتج من وين؟ من اللي هو البون مارو، وكمان من مين؟ الاكثر من بون مارو تنتج من ان ليمفوجينس تيشو، في الليمفويد تيشو، في الليمفوجينس تيشو الانسجه الليمفاويه بتنتج فيها مين؟ اللي هو الليمفوسايتس، اللي هو الليمفوسايتس. اذا بالاضافه الى انه الليمفوسايتس تنتج في البون مارو، كمان مينلي اساسها انتاجها اللي هو الاكثر تنتج في الليمفوجينس اللي هو تيشو. اذا نقول كمان مره، الجرانيولوسايتس والمونوسايتس انتاجها فقط وفقط في البون مارو. من وين؟ من الخط اللي فوق نمرة واحد اللي اسمه مايلوجينيك لينج. تمام، برضو الخط اللي فوق اللي هو نمرة اثنين اللي اسمه ليمفوسيتيك لينج ينتج ليمفوسايتس، لكن الليمفوسايتس اغلبها تنتج وين؟ في الليمفوجينس تيشو، يعني في الليمفويد تيشو مش في البون مارو. طيب على سبيل المثال، مين الليمفويد تيشو اللي ممكن الليمفوسايت تنتج منها؟ زي مين؟ زي الليمف إجلانس تنتج ليمفوسايتس، السبلين ينتج ليمفوسايتس، الثايموس الغدة الزعترية تنتج ليمفوسايتس، التونسيلز اللوز تنتج ليمفوسايتس، الفيريوس بوكتس اوف ليمفويد تيشو كل التجمعات، بوكتس يعني زي الجيوب، جيوب الجيبة اسمها بوكت، بوكتس اوف ليمفويد تيشو ان ذا بودي، كل تجمعات الليمفويد تيشو في الجسم ينتج ليمفوسايتس. شوف قديش بينتج الليمفوسايتس من الليمف، كل هذه الليمفويد تيشو بتنتج مين؟ الليمفوسايتس. تمام؟ طيب كمان وين؟ زي مين التجمعات؟ زي البون مارو ممكن ينتج مين؟ ليمفويد تيشو. احنا قلنا البون مارو بينتج الليمفوسايتس لكن بكميات ايه؟ قليلة.
and bears patches. Bear patches هي تجمعات ليمفويد تيشو في الأمعاء. تجمعات الليمفويد تيشو، تجمع النسيج الليمفاوي في الأمعاء يسمى بالبايرز باتشز، وحتاخدوها إن شاء الله في الجي آي تي اللي هو في الجاسترو انتستينال اتراكت إن شاء الله. البايرز باتشز قلنا البايرز باتشز هي تجمعات لأنسجة ليمفاوية في الأمعاء. خلاص، إذا عرفنا الآن ببساطة جدا إنه خلايا الدم البيضاء في لها خطين لإنتاجها في البون مارو. في البون مارو الخط الأول اسمه مايلوسيتيك لينج، واللي بنتج الجرانولوسايتس والمونوسايتس اللي هي من خلية اسمها المايلوبلاست، وفي حاجة اسمها ليمفوسيتيك لينج. خط الليمفوسيتيك لينج يعني خط اللي هو تنجى أو بتنتج الليمفوبلاست اللي بتنتج مين؟ الليمفوسايتس. إذا الجرانولوسايتس والمونوسايتس فقط في البون مارو، فقط في البون مارو، بس في البون مارو. لكن الليمفوسايتس لا، الليمفوسايتس بس تعال هنا، الليمفوسايتس شوية في البون مارو، والأكثرية وين؟ في الليمفويد تيشو. والليمفويد تيشو زي مين؟ زي الليمف جلاندز وزي السبلين وزي الثايموس وزي التونسلز وزي اللي هو التجمعات اللي هي زي مين؟ زي البون مارو زي البايرز باتشز. اوكي؟ طيب نمشي. الوايت بلاد سيلز فورمد ان بون مارو ار ستورد ويذين ذا مارو. يعني الوايت بلاد سيلز اللي بتنتج في البون مارو تخزن في البون مارو until they are needed in the circulatory system، حتى انه يحتاجها مين؟ السيركيولاتوري سيستم، يعني حتى تطلع في البلاد. اذا الوايت بلاد سيلز اللي في البون مارو بتتخزن لما يحتاجها السيستم بتطلع في البلاد. نورمالي حوالي من ناحيه نورمالي في الحاله الطبيعيه about 3 times as many as white blood cells are stored in bone marrow as circulate in entire blood. يعني كميه الوايت بلاد سيلز المخزنه في البون مارو ثلاث مرات اكثر من الدم، اكثر من الموجوده في الدم. يعني معناته البون مارو يعتبر مخزن للوايت بلاد سيل. اذا في حاله الامراض وفي حاله الديزيز المخزن ايش بيبدا؟ بيبدا يعطي الوايت بلاد سيل على طول، على طول بيعطيها مباشره. اه طب ليش مخزنه في البون مارو؟ يعني لو احنا سالنا نفسينا ليش الوايت بلاد سيل تخزن في البون مارو ثلاث مرات اكثر من الدم؟ ليه؟ لانه هي اول ما يجي المرض الخزان هذا حيبدا يفضي على طول. في مسافه ما يفضي الخزان هذا بياخذ وقت لما يفضي، بتكون متكونه خلايا وايت بلاد سيل جديده في البون مارو. اذا المخزن بيطلع، في مسافه يطلع المخزن بكون الجديد اتكون وخلص تكوينه وبيبدا يطلع. يعني معناته جسم الإنسان ما بنقطعش من الوايت بلاد سيل. طب افترض انه هو مش مخزن في البون مارو الوايت بلاد سيل، نفترض نقول الوايت بلاد سيل مش مخزنة في البون مارو. طالما هي مش مخزنة في البون مارو بيجي المرض، بتبدأ الوايت سيلز او الوايت بلاد سيلز اللي في الدم تهاجم المرض، والبون مارو بيبدأ لسه 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 بيبدأ يكون اللي هو وايت بلاد سيل. بده وقت عبين ما يكون وايت بلاد سيل، بيكون المرض استشرى في الجسم. لكن لا، بيكون مخزن وايت بلاد سيل، اول ما بيجي المرض بيطلع المخزن مع الموجود في الدم، بضل يكافح 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 يومين ثلاثه، بيكون اللي هو البون مارو كون حاجه جديده، فعلى طول متواصل بتطلع في الدم، فما بنقطعش الوايت بلاد سيلز، فبضلوا مكافحه المرض على طول مباشره، ومعركه شرسه بين الوايت بلاد سيلز واللي هو الديزيز. زي ما في حالة اللي هو اللي بنعيشه قلنا احنا كورونا الآن، اللي هو معركة هائلة بين الوايت بلاد سيل وبين فيروس كورونا. لما بدخل فيروس كورونا بتلاقي على طول الوايت بلاد سيلز اللي في الدم بتبدأ تشتغل، والبون مارو بيبدأ يرمي من المخزن اللي فيه وايت بلاد سيل، وبيبدأ البون مارو في الوقت هذا وهو بيرمي في المخزن يكون جديد عشان ما ينقطعش، وضله على طول اللي هو يرمي في الدم وايت بلاد سيلز عشان تقضي على اللي هو المرض. اللهم عافينا نحن وأنتم من هذه الأمراض يا رب العالمين، اللهم آمين اللهم آمين. إذن في الحالة الطبيعية البون مارو مخزن فيه عدد من الوايت بلاد سيلز ثلاث مرات قد اللي هو الدم. والحقيقة شوفها، شوف شوف this quantity، هذه الكمية المخزنة عارفين قديش بتعطي الجسم؟ about 6 days supply of these cells. يعني 6 أيام بيضلوا البون مارو المخزن الوايت بلاد سيلز المخزنه في البون مارو بتكفي الجسم 6 ايام. سبحان الله العلي القدير، سبحان الله العلي القدير. الوايت بلاد سيلز مخزنه في البون مارو وبتكفيه 6 ايام، لانه الكميه المخزنه ثلاث مرات اكثر من اللي في الدم.
صوروا. اذا شوفوا شوفوا وين شوفوا وين الحاجه الرائعه، انه كميه الوايت بي سيز المخزنه في البون مارو بتكفي الجسم 6 ايام. طب ما هو في الست ايام بده يطلع وايت بلاد سيلز، خلايا دم بيضاء. طب ما في الست ايام بتكون جديده وبتتكون كتير وبتتخزن، يعني عمليه الحرب تبقى متواصله وامداد الدم وامداد الدم بالوايت بلاد سيلز بتضلها متواصله على طول. سبحان الله العلي القدير. الليمفوسايتس ار موستلي ستورد ان ليمفويد تيشو. طبعا الليمفوسايتس اللي هو بتتخزن وين؟ في الليمفويد تيشو. خلايا الدم البيضاء تتخزن في البون مارو، لكن الليمفويد الليمفوسايتس نفسها، الليمفوسايتس اللي بتتكون في الليمفويد تيشو معظمها وفي شويه منها في البون مارو بتتخزن وين؟ في الليمفويد تيشو. except for a small number that are temporarily being transported into blood، اللي هي فيما عدا كميه قليله منها بتنقل في الدم. طبعا بتتخزن في الليمفويد تيشو عشان نفس الفكره، لما يجي المرض تطلع من الليمفويد تيشو وتزود الدم بالليمفويد او بالليمفوسايتس، والليمفوسايتس تضلها على طول تهاجم المرض، ما هي فيها تخزين زي ما قلنا. فكره البون مارو فكره برضه الليمفويد تيشو، الانسجه الليمفاويه برضه بتخزن فيها الليمفوسايتس وبتكفي الجسم وبتضلها تعطي الجسم اثناء المرض عبين ما يتكون ليمفو اللي هو سايتس جديده وتحارب. شوفوا يعني عمليه التخزين هذه سواء في البون مارو او سواء في الليمفويد تيشو حقيقه يعني روعه من روائع الخالق والابداع الخلقي. سبحان الله سبحان الله العلي القدير. قديش بتعيش اللي هو خلايا الدم البيضاء في اللي هو الجسم؟ قديش بتعيش خلايا الدم البيضاء في الجسم؟ احنا عرفنا في المره السابقه انه خلايا الدم الحمراء تعيش في اللي هو الجسم 4 أشهر، لكن نشوف قديش بتعيش خلايا الدم البيضاء في الجسم. life span of white blood اللي هو cells، فترة الحياة اللي بتعيشها الوايت بلاد سيلز في جسم الإنسان. the life of granulocytes يعني حياة الجرانيولوسايتس، أخذ مين أول؟ الجرانيولوسايتس، وبعدين هياخد بعديها مين؟ المونوسايتس، وبعدين هياخد بعدين مين؟ الليمفوسايتس. بدي أشوف قديش كل واحدة بتعيش. أول حاجة نبتدي بالجرانيولوسايتس. الجرانيولوسايتس اللي هي مين؟ اللي هي النيوتروفيلز والإيزونوفيلز والبيزوفيلز، هي هذه الجرانيولوسايتس. The life of granulocytes after being released from bone marrow is normally 4 إلى 8 ساعات circulating in a blood. In a blood. يعني بتمشي 4 إلى 8 ساعات في الدم، يعني بتعيش في الدم 4 إلى 8 ساعات. And another 4 إلى 5 days in tissues. وبتروح على التيشوز وبتعيش من 4 إلى 5 أيام. من 4 إلى 5 أيام. يعني بما معناه انه هي معيشتها في الدم قديش؟ 4 على 8 ساعات بس، مش اكثر من 4 على 8 ساعات. الجرانيولوسايتس بتعيش 4 على 8 ساعات، يعني فتره قصيره جدا، وبعدين بتروح على التشو. انه راحت على التشو ممكن تعيش من 4 ل 5 ايام، ليش؟ لانها بتكافح الالتهابات، لكن معيشتها في الدم لا تتعدى 8 ساعات. In times of serious tissue infection، في حاله الاصابه الشديده، this total life span is often shortened to only few hours. طلع قديش عشتها بتصير بس عدد قليل من الساعات، لا تتعدى 3-4 ساعات، لا تتعدى 3-4 ساعات في الدم، ولا تتعدى ساعات في التشو حتى كمان في التشو من ساعات، ساعات بتروح خلاص. إذا في حالة ما يكون انفكشن شديدة، زي في حالة اللي هو برضو كمان نقول في حالة الانفكشن بالكورونا فيروس، الكورونا فيروس الانفكشن انشد وصارت شديدة زي اللي هو بصل البيك الآن، الذروة، الكورونا فيروس الآن في حالة الذروة، لذلك علينا الوقاية الشديدة جدا من هذا الفيروس، لأنه في حالة الذروة الآن. ففي حالة الذروة بتلاقي كل الجرانولوسايتس قاعدة بتكافح في هذا الفيروس، بتعيشش أكثر من ساعات، وبطلع ناس جداد وساعات، وبطلع ناس جداد وساعات. إذا فعلا الجرانولوسايتس لا تعيش أكثر من اللي هو ساعات. طيب المونوسايتس also have short transit time، يعني إلها برضو كمان بتعيش وقت قصير من 10 إلى 20 ساعة في الدم. before wandering، قبل ما تحوم through capillary membranes into tissues، قبل ما تروح wandering يعني تمشي يعني wandering تمشي في مجموعات، wandering يعني تمشي في مجموعات أو بتمشي إلى التشو. قبل ما تروح للتشو بتعيش 10 إلى 20 ساعة في الدم. إذا الجرانولوسايتس بتعيش في الدم أقل حقيقة ساعات من المونوسايتس.
المونوسايت بتعيش من 10 ل 20 اور في اللي هو الدم قبل ان تغادر خلال الكابيلاريز الى اللي هو التيشوز. يعني قبل ما تروح للتيشوز بتعيش قلنا من حوالي تقريبا اللي هو 10 الى 20 من اللي هو الساعات. طيب once in tissues لما تصير في التيشوز they swell. swell يعني بتنتفخ. يعني شوف المونوسايتس كيف ايش بصير لها لما تصير في التيشوز بتنتفخ to much larger size وبصير حجمها اكبر to become tissue macrophage. اذا هلقيت صار اسمها ايش؟ tissue macrophage. يعني اسمها ماكروفيج، اتغير اسمها من مونوسايت الى ماكروفيج. وهذه مهمه جدا، وهذه الحاجه مهمه جدا. كمان مره بنقول انه المونوسايتس بتكون موجوده في الدم بتقعد من 10 ل 20 ساعه في الدم وبتروح بعدين على التشو. اول ما تصل التشو بيكبر حجمها، بيكبر حجمها وبتتغير اسمها، بصير اسمها تشو ماكروفيج. ليش اسمها تشو ماكروفيج؟ عشان حتصير خلايا بلعميه. هل قد حتاكل؟ هتصير تاكل مين؟ الميكروبات اللي في التشو الملتهب. هتصير اسمها ماكروفيج، خلايا اكوله، خلايا بلعميه اكوله هتصير اسمها. And in this form وفي هذا الشكل they can live for months بتعيش لاشهر. تصور في التشو unless destroyed while performing phagocytic function. يعني بتعيش لاشهر الا لو ايش صار لها؟ الا لو اتدمرت نتيجه لمين؟ لانها بتعمل فاجوسيتك بلعمه او بتبتلع قاعده وبتاكل قاعده الميكروبات الموجوده في التشو. لانه كل ما تاكل ميكروبات اكثر طبعا حتموت بعد فتره. حتموت بعد فتره. يعني هي اساسا بتعيش اشهر في التشو، لكن لو صارت تاكل وصارت تاكل في ميكروبات في التشو تاكل وتاكل تاكل بتعيش فقط لايام مش لاشهر. يعني المده بتقصر. تمام تمام. اذا قلنا المونوسايتس بتمشي في الدم 10 الى 20 اورز بس معشتها، لو ضلت في الدم 10 20، لكن هي بتعدي لمين؟ اللي هو التشو، بصير اسمها تشو ماكروفيج. وفي لما يصير اسمها تشو ماكروفيج على طول بتبدا عمليه البلعمه. هي عاده لو ما فيش بلعمه حتعيش شهر. طب لو في بلعمه وصارت في انفكشن وفي اصابه في التشو وصارت تاكل في الميكروبات الموجوده في التشو مش حتعيش شهر، حتعيش اقل. تمام. طيب اخر نوع من الوايت بلاد سيلز اللي هي الليمفوسايتس. الليمفوسايتس اللي هي الخلايا الليمفاويه، هذه بتدخل السيركولاتوري سيستم باستمرار على طول مع الليمف، مع الليمف، مع الدرينج اوف ليمف. ايش يعني درينج اوف ليمف؟ مع الليمف يعني مع تيار الليمف، او مع اللي هو الدرينج يعني زي اللي هي بيمشي في جدول زي جداول او زستريم. يعني هتدخل مع الليمف، مع مصب الليمف، مع مصب الليمف. يعني زي النهر لما بصب الليمف بصب في الدم، الليمف بصب في الدم. تمام. فالليمف اللي بصب في الدم بياخد مع الليمفوسايت بيدخلها الدم، بيدخل الليمفوسايت الدم. اذا الليمفوسايت انتر دي سيركولاتوري سيستم كونتينيوسلي along with the drainage of lymph، مع الليمف اللي بصب في الدم from lymph nodes، من الليمف نودز والاذر ليمف تيشو. ما هي موجوده في الاذر ليمف تيشو، موجودة وبتتكون في الليمف تيشو وبتدخل اللي هو مسار الدم. After a few hours بعد ساعات قليلة they pass out of the blood، تطلع من الدم وبتروح للتيشو عن طريق عملية اسمها ايش؟ الديابيديسيس. واخدناها عملية الديابيديسيس وهنشرحها ان شاء الله لقدامي كويس. قلنا الديابيديسيس هي عبارة عن قطع جدار الوعاء الدموي، يعني الخلية تتسلل عبر جدار الوعاء الدموي سواء راحت للتشو أو إجت من التشو للدم. لازم تقطع جدار الوعاء الدموي. لو طلعت من الدم إلى التشو على طول بتتسلل من الدم إلى التشو، بتتسلل عبر جدار الوعاء الدموي اللي اسمه الاندوثيليوم وبتروح على التشو. هذه العملية اسمها إيش؟ ديابيديسز. إذا خلايا الليمفوسايتس اللي هو they pass out of the blood، بتمر من الدم وبتقطع جدار الوعاء الدموي وبتروح للنسيج في عملية اسمها الديابيديسيس. ليش بدها تروح للنسيج؟ عشان تكافح الالتهابات الموجودة. طيب then they re-enter the lymph and return to the blood again، وممكن تروح على الليمف بعد هيك من التشو على الليمف، لأنه التشو محاط في الليمف وبسحبها وبترجع للدم مرة تانية. معنات الكلام هذه 24 ساعة شغالة، بتروح من الدم إلى التشو إلى الدم، من الدم إلى التشو إلى الليمف إلى الدم، من الدم إلى التشو إلى الليمف إلى الدم. يعني جاية بتحوم كل مناطق الجسم. They re-enter، تعيد دخولها إلى الليمف وبترجع للبلد again and again.
Thus, there is continual circulation of lymphocytes throughout the body. دائما الليمفوسايت موجودة وين ما كان في الجسم. ليش؟ لأنها بتطلع من الدم على الليمف على التشو، والتشو بتطلع على الليمف، ومن الليمف بتطلع كمان مرة على الدم، لأنه هي أصلا بتتكون في الليمفويد تشو فبتروح للدم وبترجع من الدم، وهكذا بتضلها تدور طول النهار. زي عارفين جيش زي دوريات الشرطة بالضبط. كيف دوريات الشرطة؟ دائما في الشوارع دوريات الشرطة، وهذه عاملة زي دورية شرطة في كل الدنيا، دائما في الشوارع ماشية في الجسم، ماشية في الدم، وماشية في التشو، وماشية في اللي هي الليمفو، بتلف عمالة بتلف وين في ميكروب، وين في حاجة بتبدأ تهاجم على طول مباشرة. The lymphocytes have life span of weeks. طبعا فترة نص العمر إلها weeks or months أو حتى اللي هو أشهر depending on body's need for these cells، تعتمد على احتياج الجسم لهذه الخلايا. إذا فترة نص العمر إلها كام؟ أسف، فترة العمر إلها قديش بتعيش في الجسم؟ فترة عمر إعاشتها في الجسم أسابيع أو أشهر، وهذا الكلام يعتمد على حسب احتياجها للجسم. لو كان في infection شديد، في إصابة شديدة بفيروس أو بمرض ما، إصابة شديدة، الأيام تبعتها بتبقى أسابيع، يعني أسبوع أسبوعين بالكثير، أو أسبوع حتى. كل ما زادت الإنفكشن ممكن تقل اللي هو فترة المعيشة تبعتها، عشان بتهاجم قاعدة الميكروبات. إذن من أول اللايف سبان أوف وايت بلاد سيلز، اللايف سبان للجرانيولوسايتس قلنا من 4 إلى 8 أورز في الدم، ومن 4 إلى 5 تقريبا في التشو، وفي حالة الإنفكشن الشديدة هذه المدة تقل. المونوسايت حتى كلهم تقل في حالة مدة شديدة، يعني كل الخلايا بتقل من 10 إلى 20 في الدم، وممكن تقعد month أو أقل في اللي هو التشو. أما الليمفوسايت فهي من weeks إلى أشهر، ولكن ممكن اللي هو تقل المدة هذه على حسب نوع الانفكشن واحتياج الجسم لهذه الخلايا. طيب هذه الثلاث أنواع من اللي هو الخلايا، ودائما موجودة في الجسم. لكن النقطة اللي أنا بدي أتك عليها شوية هنا، إنه المونوسايت لما بتكون في الدم بيبقى اسمها مونوسايت. المونوسايت لما بتكون في الدم اسمها إيش؟ مونوسايت. لكن لما بتروح للتشو بتغير اسمها، بصير اسمها ماكروفيج، بصير اسمها ماكروفيج. وطبعا عشانها في التشو، التشو ماكروفيج. أوكي، هذه نقطة برضو مهمة. طيب ننتقل إلى النيوتروفيلز and ماكروفيج defend against infection. لماذا وضع النيوتروفيل والماكروفيج مع بعضهم؟ ليش احنا اخذنا النيوتروفيل والماكروفيج مع بعضهم؟ لانه النيوتروفيل بتعمل فاجوسيتوزيس، والماكروفيج ايضا بتعمل فاجوسيتوزيس. من هنا اجت الاهميه، اجت اهميه النيوتروفيلز والماكروفيج، لانه التنين بيعملوا فاجوسيتوزيس. فالنيوتروفيل بتعمل فاجوسيتوزيس، والماكروفيج بتعمل فاجوسيتوزيس، عشان كده حطيناهم الاثنين مع بعض. من هنا طالع هنجمع النيوتروفيل مع الماكروفيج عشان الفاجوسيتوزيس. الليمفوسايت ما بتعملش فاجوسيتوزيس، هنستبعدها شويه. طيب ديفند اجينست انفيكشن، تكافح ضد الاصابات. النيوتروفيلز اند ماكروفيجز، وخصوصا التشو ماكروفيجز، are the main cells that attack and destroy invading bacteria and virus and other injurious agents. لأنه هي الأساسية في الجسم اللي بتهاجم وبتقضي على ال invading bacteria، البكتيريا الغازية للجسم، وعلى الفيروسات، وعلى كمان ال injurious agents، العوامل التي تسبب الإصابة. هذه هي الخلايا الأساسية اللي بتقضي على كل الناس هدول. ماشي، النيوتروفيلز، نيجي للنيوتروفيلز. Are mature cells، خلايا ناضجة ومهمة جدا، that can attack and destroy bacteria even in the circulating blood، تقضى على البكتيريا حتى لو كانت في circulating blood. إذا النيوتروفيلز هي mature cells، خلايا ناضجة. النيوتروفيلز التي لا تصبغ بالصبغات، بأي صبغات، خلايا متعادلة. وهي نوع من أنواع مين؟ من أنواع مين؟ نوع من أنواع الجرانولوسايتس، إذا فاكرين. إذا النيوتروفيلز الأنواع الثلاثة اللي هي النيوتروفيلز والبيزوفيلز والإيزونوفيلز، هي هذه النيوتروفيلز اللي احنا بنركز عليها، وبنركز على الماكروفيج اللي أساسها كان إيش اسمه؟ مونوسايت. إذا النيوتروفيلز are mature cells that can attack and destroy bacteria even in the circulating blood. طيب conversely، بالمقابل، التشو ماكروفيج begin life as blood monocytes. قلنا التشو ماكروفيج بتبدا مين؟ مونوسايتس، which are immature cells، خلايا غير ناضجه. يعني النيوتروفيلز بدت حياتها ماتور سيل،
لكن الماكروفاج لا، بدأت مونوسايتس وبعدين صارت ماكروفاج ماتور سيلز and have little ability to fight infectious agents، ولها مقدرة قليلة على الانفكتشس ايجنتس. However once they enter the tissue، يعني في الدم صعب انها تهاجم، لكن however once they enter the tissue، حالما دخلت النسيج they begin to swell. ما احنا قلنا قبل هيك swell تنتفخ and وتسمى بالماكروفيج، and they are extremely capable of extremely، يعني شيء فظيع، extremely يعني شيء حاد، شيء فظيع، and they are extremely capable of combating، تكافح وتقاتل disease against agent in tissues، وتكافح الأمراض والديزيز اللي في النسيج. وأهم عملية بتعمل phagocytosis. الماكروفاج هي أكبر وأكثر خلايا بتعمل phagocytosis، يعني الخلايا الأكولة. هذه الخلايا عندها يعني عندها phagocytosis activity، يعني اللي هو نشاط الأكل عندها بشكل كبير جدا، بس لما تكون في التشو. شوفوا كيف الماكروفاجز قوية جدا. إذا النيوتروفيلز والماكروفاجز هم الخليتين. النيوتروفيلز يا سيدي هي ماتيور ناضجة وبتهاجم حتى لو في الدم أو في التشو، لكن بالنسبة للتشو ماكروفاج هذه لازم بتكون في الأول خلية اسمها المونوسايتس، مش كتير إلها مقدرة على إنها تكافح الأمراض، لكن لما بتروح للتشو بصير اسمها إيش؟ ماكروفاج. والآن الماكروفاج لها قوة أكل فظيعة جدا، extremely capable of combating disease against agent in tissue، extremely capable of combating تقاتل باستماتة disease agents، العوامل المرضية الموجودة في التشوز أو أي فيروس أو أي بكتيريا بدخل التشوز بتدمره بتاكله. طيب هل جيت العملية هذه اللي قلنا عليها اسمها إيش؟ الديابيديسز، سواء النيوتروفيلز أو سواء اللي هو الماكروفيج أو المونوسايتس، كلها بتقوم بعملية اسمها الديابيديسز. إحنا عرفنا إنه الديابيديسز إيش يعني الديابيديسز؟ إنه الخلية تستطيع أن تقطع جدار الوعاء الدموي وتذهب إلى التشو. عملية إنه الخلية تقطع جدار الوعاء الدموي يعني تمر خلال جدار الوعاء الدموي أو الثقوب الموجودة في جدار الوعاء الدموي أو بين خلايا جدار الوعاء الدموي إلى التشو، هذا العملية اسمها ديابيديسز. White blood cells، خلايا الدم البيضاء، enter the tissue، من الدم إلى التشو. Spaces by diabetes. Neutrophils and monocytes، ما زلنا نتكلم عن النيوتروسيلز والمونوسايتس اثنين مع بعض. Can squeeze، ممكن أن تعصر نفسها. Through the pores of the blood capillaries، خلال البورز الموجودة في البلد كابيلاريز عن طريق الديابيديسز. أو through the pores of endothelium. Endothelium اللي هو إيش؟ الممبرين تبع البلد كابيلاري، اسمه الاندوثيليوم، بتعصر نفسها وبتعصر وبتخش خلال البورز متجهة من الدم إلى التشو. تمام، هذه الديابيديسز. شايفين؟ هاي الديابيديسز، شايفين الرسمة كده؟ الرسمة كده رائعة جدا، بتبين عملية الديابيديسز. إنه شايفين الخلية البنفسجية الزرقاء مشيت وعملت اللي هي مشيت، وشوف بتعمل أو بتزود البيرميابيتي ما بين اللي هو البورز، ما بين البورز تبع اللي هو الاندوثيليوم. يعني الخلايا هذه الاندوثيليوم شايفينها، الخلايا بتزود الميربيبليتي، بتوسع الخلايا شوية من بعض وبتروح بإيش؟ بتعمل ديابيديسز. يعني شوف كلمة ديابيديسز على الرسمة إيش عملت؟ نفدت من الدم إلى وين؟ إلى التشو، بعملية اسمها إيش؟ الديابيديسز. إذن white blood cells move through tissue spaces by amoeboid motion، عن طريق الحركة الأميبية. شايف كيف بتتحرك؟ بتتحرك عن طريق حركة أميبية. Both neutrophils and macrophages can move through the tissue by amoeboid motion، حتى جوا التشو بتتحرك بالأميبويد موفن، يعني حركة أميبية. ماشي؟ طب white blood cells are attracted to inflamed tissue by chemotaxis. في عملية اسمها الكيموتاكسيز. الكيموتاكسيز لو طلعنا على اللي هو التشو، التشو زي ما انتم شايفين فيه ايه؟ في نقط 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 نقط. المركز في حاجة اسمها كيموتاكسيس سورس على الرسمة. ايش يعني كيموتاكسيس سورس؟ يعني مصدر المواد الكيميائية. ايش يعني مصدر المواد الكيميائية؟ كلمة كيموتاكسيس، كلمة تاكسيس من كلمة تاكسي. ايش يعني تاكسي؟ سيارة. وكيمو يعني حركة السيارة، يعني فيها حركة.
الكيمو تاكسز هي بالضبط تعريفها حركة النيوتروفيلز والمونوسايتس إلى المنطقة المصابة. ليش؟ هل جيت لو جينا عند الكيمو تاكتيك سورز، الكيمو تاكتيك سورز النقطة هذه اسمها كيمو تاكتيك سورز. لو تصورنا انه هان في فيروس او بكتيريا في التشو، التشو هذا فيه بكتيريا او فيروس، البكتيريا والفيروس بتنتج مواد كيميائية اسمها كيمو تاكتيك سبستانس، وهذه البكتيريا او الفيروس هي السورس، هي مصدر، المصدر اللي بنتج فيها المواد الكيميائية. هذه المواد الكيميائية الموجودة في الكيمو تاكتيك سورس اللي ناتجة من بكتيريا هي اللي بتجذب، هي اللي بتجذب، بتجيب عليها مين؟ بتجيب عليها النيوتروفيل. زي ما انتم شايفين الاسهم كلها رايحة نواحة مين؟ نواحة كيمو تاكسيس سورس. شو يعني كيمو تاكسيس سورس؟ يعني فيها في النقطة المكتوب فيها كيمو تاكسيك سورس فيها بكتيريا او فيروس قاعد بفرز مواد كيميائية، هذه المواد الكيميائية تجذب اليها مين؟ تجذب اليها، تجذب اليها النيوتروفيلز، تجذب اليها خلايا الدم البيضاء. طيب المواد اللي بتنفرز من البكتيريا او الفيروس اسمها ايش؟ اسمها كيمو تاكتيك سبستانس، مواد اللي بتجذب اسمها كيمو تاكتيك سبستانس. وطب لما الوايت بلاد سيلز اللي هي النيوتروفيلز انجذبت الى هذا المصدر، العملية هذه بسميها كيموتاكسيس. اذا ما هي الكيموتاكسيس؟ هي حركة مين؟ حركة الماكروفيج او النيوتروفيلز ناحية مين؟ ناحية الماكروفيج او النيوتروفيلز ناحية اللي هو البكتيريا التي اخرجت مواد تسمى بالكيموتاكتيك فاكتورز. طيب وايت بلاد سيلز، خلايا الدم البيضاء سواء نيوتروفيلز او ماكروفيجز، اتراكتد تو انفليم تيشوز عن طريق عمليه اسمها الكيموتاكسيس. ايش يعني كيموتاكسيس؟ هي حركه، وطبعا بتتحرك حركه اميبيه وهي ماشيه على شكل اميبيا، هي الحركه الاميبيه لخلايا الدم البيضاء المتجهه الى منطقه الالتهابات الى البكتيريا الى الفيروس. اذا بنقول White blood cells are attracted to inflamed tissue by chemotaxis. Many different chemical substances in tissues. Causes. الكيميكال سبستانس اللي انفرزت بواسطة البكتيريا اللي هي من الكيموتاكسيس سورسز، هذا بسموها الكيميكال سبستانس اللي انفرزت من البكتيريا. ايش هذه؟ Causes both. تسبب كلتا النيوتروفيلز and the macrophages. ايش مالها؟ To move towards the source of chemical. تتحرك ناحية مين؟ السورس اوف كيميكال او الكيموتاكسيس سورس. العملية هذه بسموها كيموتاكسيس. اذا تعريف الكيموتاكسيس بين قوسين هي مكتوبة بالاحمر كيموتاكسيس، ايش تعريفها؟ تعريفها اللي هو موفمنت او اميبويد موفمنت. تعريفها كمان مرة، الكيموتاكسيس تعريفها بتيجي في الامتحانات، تعريف الكيموتاكسيس تعريفها موفمنت او اميبويد موفمنت. اميبويد موفمنت حركة اميبية، اميبويد موفمنت اوف النيوتروفيلز and macrophage toward the source of chemical, to source of chemical أو to chemotaxis source in inflamed tissue، في النسيج الملتهب in inflamed اللي هو tissue. تمام. طيب لما التشو بصير فيه inflammation at least a dozen of different products that can be chemotaxis towards the inflamed area are formed. يعني لما التشو بصير فيه التهابات بطلع الكيموتاكتيك فاكتورز، يعني من عند الكيموتاكسيس سورس اللي هو من عند الالتهاب هذا في مواد بتطلع اسمها الكيموتاكتيك فاكتورز، في عديد من الكيموتاكتيك فاكتورز بتطلع. تمام. اللي هي مين؟ وين تشو بيكم انفليمد، لما التشو بصير عنده التهابات اتليست على الاقل دوزن، يعني دوزن 12 من الديفرنت برودكتس من منتجات اللي هو كان كوز كيموتاكسيس. هذه المنتجات بتسبب كيموتاكسيس اللي هو toward the inflamed area are formed، على طول بتسبب هذه المواد، هي اللي بتجذب مين؟ النيوتروفيلز والبكتيريا. هذه المواد ايش اسمها؟ بتشمل مين؟ بتشمل البكتيريال اور فيروس توكسينز. البكتيريا والفيروس توكسينز يعني السموم اللي بتطلع من البكتيريا والفيروس هي اللي بتجذب مين؟ بتجذب النيوتروفيل. ما البكتيريا غبية جدا والفيروس كمان في شوية غباء. ليش؟ لانهم لما يدخلوا الجسم بيدخلوا على التشو، لما بيعملوا التهابات في التشو بيبدوا يطلعوا مواد سموم، السموم هذه هي اللي اسمها كيموتاكتيك فاكتورز، هي هذه السموم اللي بتجذب مين؟
بتجذب النيوتروفيل والماكروفيجز. لما الماكروفيجز بتتحرك عن طريق الاميبويد موفمنت وبتروح على التشو هذه اللي بسموها الكيموتاكسس، ما احنا قلنا الكيموتاكسس الحركه تبعت النيوتروفيلز والماكروفيجز towards the inflamed اللي هو التشو. اثنين، degenerative product of the inflamed tissue، التشو بصير فيه degenerative يعني مواد مدمره موجوده في التشو برضو تجذب مين اللي هو اللي هي النيوتروفيلز والماكروفيجز. كمان ايش فيه؟ several reactions product to complement complex activated in inflamed tissue، في حاجه اسمها complement complex. انتم عارفين جهاز المناعه في حاجه اسمها الكومبلمنت، في بروتينات اسمها الكومبلمنت، 11 بروتين موجوده في الدم اسمها الكومبلمنت او المتممات. المتممات البروتينات هذه لما بيبدا جهاز المناعه تشتغل بتعضد، بتساعد جهاز المناعه في شغله، بتنشطه. هذه المنشطات لجهاز المناعه بتتفاعل مع التشو وبتبدا تجذب مين؟ النيوتروفيلز واللي هو الماكروفيجز. تمام، النيوتروفيلز والماكروفيجز. كمان في كمان several reaction products caused by the plasma clotting in inflamed area. كمان في عندي في بعض المواد زي الفايبرينوجين بكون موجود في التشو وبسبب تجلطات في التشو في الانفليمد اريا، في المنطقة الملتهبة بصير تجلطات، هذه برضو بتجذب مين؟ النيوتروفيلز واللي هو الماكروفيجز. اذا كمان شوية مين اللي هو البلازما كلوتينج، بعض التجلطات اللي بتصير في البلازما نتيجة لوجود بروتين اسمه اللي هو الفايبرينوجين، وحناخده ان شاء الله لقدام شوية. اذا بنقول هل جيت انا بعمل استرس على مين؟ على كلمة كيموتاكسز. ما هي الكيموتاكسز؟ هي عبارة عن تعريفها كمان مرة وللمرة الاخيرة، اميبويد موفمنت اوف لمين؟ للنيوتروفيلز والماكروفيج towards the source of chemicals in the inflamed tissue او towards the inflamed tissue او towards the source of chemicals في الانفلامد tissue. الكيميكالز اللي فرزتها مين؟ البكتيريا واللي هو الفيروس. اذا كمان مره الكيموتاكسيس تعريفها اللي هي amoeboid movement of neutrophils and macrophages towards the source of chemical in the inflamed tissue. Inflamed tissue يعني في النسيج الملتهب. في مواد كيميائية هي اللي بتجذب اللي بطلعها البكتيريا أو اللي بطلعها الفيروس أو بطلعها التشو الملتهب، هي اللي بتجذب النيوتروفيلز اللي هي بعملية الكيموتاكسيس. هذه منها بعض البكتيريا فيرال توكسينز، بعض المواد المدمرة من التشو الملتهب، بعض الكومبلمنت كومبلكس اللي هو سيستم يعني بعض الأشياء اللي ناجعة عن بروتينات تعضد جهاز المناعة تسمى الكومبلمنت كومبلكس اللي بتشتغل موجودة في الانفليم تشو، بعض اللي هو الكلوتينج، بعض التجلطات الموجودة في البلازما في الانفليم تشو نتيجة وجود فايبرينوجين بعمل اللي هو اكلوتينج في هذه اللي هو الحالة بعمل اكلوتينج. طب ننقل الصفحة الأخيرة اللي هو أو النصف الصفحة الأخيرة وهي آخر شيء في محاضرة إن شاء الله أو المحاضرة الثانية في الفسيولوجي اللي هي بدنا نعلق نقول الكيموتاكسيس depends on the concentration gradient of the chemotactic substance. الكيموتاكسيس تعتمد على تركيز المواد اللي بتجذبها. طبعا عند السورس يعني عند منطقة اللي هو البكتيريا والفيروس كيف بيكون الكيموتاكتيك سبستنس، المواد اللي بتفرزها التوكسينز والفيروس تبع البكتيريا بتكون تركيزها عالي جدا، وكل ما نبعد عنها بقل التركيز أكيد. إذا النيوتروفيلز أو الماكروفيج بتبدأ تنجذب إلى البكتيريا الموجودة في التشو الملتهب أو إلى سموم البكتيريا الموجودة في التشو الملتهب، بتبدأ تنجذب إليها بسرعة. ليش؟ لأنه كل ما قربت من البكتيريا كل ما زادت كمية السموم، الكونسنتريشن جريدينت تدرج السموم بيزيد. فطبعا عملية حركة الماكروفيج وحركة النيوتروفيلز بتعتمد على إيش؟ على التركيز تبعت السموم. طبعا بتمشي ناحية البكتيريا لأنه كل ما تمشي كل ما زاد السموم وبتمشي ناحية البكتيريا. إذا الكيموتاكسيس عملية انجذاب اللي هو البكتيريا ناحية السموم ناتجة عن اللي هو ناحية الكيموتاكسيس. كل ما قلنا الكيموتاكسيس تعتمد على
تركيز او تدرج التركيز للكيموتاكتيك سبستانس، يعني للسموم اللي بتفرزها البكتيريا، هي كيموتاكتيك سبستانس. كل ما قربنا من البكتيريا كل ما زادت افراز الكيموتاكتيك سبستانس، كل ما انجذبت اكثر او صار انجذاب اكثر للنيوتروفيلز والماكروفيجز. طيب the concentration is greater near the source، التركيز تبع المواد اللي بتنفرز الكيميائيه عظيمه وكبيره خالص ناحيه وين؟ ناحيه السورس المصدر، which directs the unidirectional movement of white blood cells، اللي بتوجه الاتجاه الوحيد ناحيه وين؟ ناحيه البكتيريا، بتعمل اتجاه وحيد من التركيز القليل الى التركيز الاكثر، يعني بتصل البكتيريا، تصل البكتيريا لانه الكونسنتريشن للكيموتاكتيك على البكتيريا كتير، فبيعمل على طول اتجاه واحد على طول ناحيه البكتيريا من التركيز الاقل الى التركيز الاكثر اللي هو عند البكتيريا، وبتهاجم البكتيريا لانه التركيز المواد الكيموتاكتيك فاكتورز او المواد الكيميائيه عندها كثيره جدا. اوكي، فالكيموتاكسيس تعتمد على الكونسنتريشن جريدينت الكيموتاكتيك اللي هو سبستانس، كل ما قربنا للسورس كل ما زاد التركيز، كل ما زاد الانجذاب للنيوتروفيلز والماكروفيجز الى السورس الى المصدر. الكيموتاكسيس از افكتيف اب تو 100 مايكروميترز، يعني قديش طلعوا قديش لعند 100 مايكرون الكيموتاكسيس بتكون نشطه جدا ومؤثره جدا، اللي هو من الانفليم تيشو، يعني تستطيع ان تكون تستطيع خلايا اللي هو النيوتروفيلز والماكروفيجز ان تنجذب وباثر قوي جدا لما تكون بعيده عن منطقه الالتهابات 100 مايكرون. 100 مايكرون طبعا هذه منطقه بعيده جدا بالنسبه للتيشو، تعتبر بعيده جدا. اذا الكيموتاكسيس حركه الخلايا الى التيشو الملتهب بتكون مؤثره جدا حتى 100 مايكرون، حتى لما تقعد تبعد الخلايا مسافه 100 مايكرون عن التيشو الملتهب. Therefore وبناء عليه because almost no tissue area is more than 50 مايكرون، فاكرين انه ما فيش tissue area اكثر من 50 مايكرون، يعني ابعد منطقه في التيشو 50 مايكرون، اذا الكيموتاكتيك سيجنال مالها سهله جدا انها تحرك جحافل الوايت بلاد سيلز الى المنطقه الملتهبه. كلمه هوردرز يعني جحافل، هوردرز يعني جحافل، هوردز يعني جحافل، يعني شوف قال لك جحافل، يعني حركه كتير الوايت بي سيلز او الوايت بلاد سيلز تتحرك جحافل، هوردرز، هوردرز يعني جحافل. اذا كان ايزلي موف هوردز اوف وايت بلاد سيلز فروم كابيلاريز انتو انفليمد ارياز، اذا الكيموتاكسيس مؤثره جدا في مسافه 100 مايكرون تمام 100%، بس التشو بعيد الملتهب عن الدم حوالي 50 مايكرون، اذا هي مؤثره وزياده وكفايه وتمام. عشان كده هي ايش بتعمل الكيموتاكتيك سيجنال بسهوله جدا، اشاره الكيموتاكسيس بسهوله جدا ممكن ان تحرك جحافل، جحافل يعني عدد كبير، هوردز جحافل من الوايت بلاد سيلز من الكابيلاريز الى منطقه التهاب اللي هو التشو. وطبعا هذا من حمد المولى عز وجل انه الجحافل بتتحرك على طول على التشو الملتهب، لانه التاثير بيكون يعني كويس وكثير كثير. طبعا احنا بننهي ان شاء الله باذن الله هذه المحاضره الثانيه ان شاء الله، وسنسجل ان شاء الله المحاضره الثالثه عن قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا للي هو استماعكم، شكرا للي هو الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.